سندكم الأمور في سيرة الدكتور، وطبعا الوقت لا يسع لعرضها كاملة. ما شاء الله سيرة غنية ومشبعة بنشاط التدريس. الدكتور حاصل على الدكتوراه من جامعة برلين التقنية في ألمانيا، لديه العديد من المشاركات في المجال التعليمي والخبرات التدريسية، لديه المشاركات واسعة في المجال البحثي، وعنده أو له العديد من المشاركات في المجال التدريبي في مجال البحث العلمي. الدكتور عنده براءة اختراع أمريكية، العديد من الجوائز على المستوى العالمي والمستوى المحلي في الدول العربية. شكراً جزيلاً دكتور لكريم استجابة الدعوة لإلقاء محاضرة اليوم. على بركة الله نبدأ، نسأل الله النفع والفائدة للجميع، وشكراً مقدماً للحضور. شكراً لكم دكتور وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لحضرتك سعادة الدكتورة، وأشكر أيضا عمادة البحث العلمي في جامعة الملك خالد على هذه الدعوة الكريمة، ويشرفني طبعا أكون متواجد معاكم اليوم في تقديم ورشة العمل الخاصة بكتابة الأوراق البحثية وإعدادها للنشر الدولي. طبعا عشان وقت حضراتكم الدكتورة يعني أديت نبذة سريعة عن نشاطي العلمي والبحثي، وأشكر حضرتك جداً على هذه المقدمة يعني الجميلة، وإن شاء الله أتمنى أن تكون ورشة العمل مفيدة لحضراتكم، ولو في أي استفسارات إن شاء الله هتكون من خلال الشات اللي هي الويبينار شات، على أساس أن لو في أي استفسارات أجاوب لحضراتكم عليها في أثناء ورشة العمل إن شاء الله. إن شاء الله يعني في حدود الساعة 8 هناخد يعني استراحة بسيطة 15 دقيقة لصلاة العشاء، ونكمل إن شاء الله في ورشة العمل بإذن الله. زي ما حضراتكم عرفتوا، أنا اسمي محمد فوزي رمضان حسنين، أستاذ الكيمياء الحيوي بعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى، ومستشار العمادة لأمور النشر العلمي. وتشرفت بالالتحاق بجامعة أم القرى عام 2013 في عمادة البحث العلمي، كانت في ذلك الوقت تعرف بمعهد البحوث العلمية وأحياء التراث الإسلامي، وبحمد الله يعني ساهمنا في إنشاء عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى. يعني هعدي أول 2-3 سلايد اللي هي كانت مقدمة عن نشاطي البحثي وتخرجي وبعض المهام العلمية اللي أديتها بعد الدكتوراه، ونبتدي في المحتويات. إن شاء الله هنتكلم عن أهمية ومردود النشر العلمي الدولي للأفراد وللمؤسسات البحثية أو الجامعات، أنواع الأوراق البحثية وأنواع المجلات العلمية، اختيار الدوريات المناسبة، يعني إزاي نختار الدورية المناسبة للنشر أو الأوعية المتخصصة للنشر، وهنتطرق طبعاً لكتابة الأجزاء المختلفة من الورقة العلمية. كل الأجزاء هنتطرق ليها إن شاء الله، وهندي يعني فكرة عن ما هي الأخطاء الشائعة في كتابة هذه الأجزاء. طبعاً كل تخصص بيختلف طريقة الكتابة فيه، لكن احنا هندي بس بعض يعني الايه الأمثلة على المشاكل اللي ممكن ترفض من خلالها الورقة البحثية نتيجة لوجود هذه الأخطاء، والمتطلبات الحديثة للنشر في الدوريات العالمية. أيضا في طبعا دور النشر العالمية بتتطلب بعض المتطلبات الجديدة أو اللي ممكن ما تكونش مسمياتها شائعة بالنسبة لحضراتكم، أخلاقيات النشر في الدوريات العالمية أيضاً، وهنبدي نبذة مختصرة عن تحكيم الأبحاث، وأيضاً من خلال سياقنا في التحدث عن المجلات هنتكلم عن الإمباكت فاكتور للمجلات أو وأيضاً معامل إتش الخاص بالباحثين والمؤسسات البحثية. دي أهم النقاط اللي هنتطرق ليها، لكن هنتطرق أيضاً لبعض النقاط الأخرى
اللي ليها علاقة بعملية النشر أثناء سياق الكلام. تمام؟ أسباب النشر العلمي طبعاً المشاركة في المعرفة العالمية والسماح للباحثين للبناء على ما توصلت إليه أو ما توصل إليه الباحث، والارتقاء الوظيفي معظمنا بيحتاج النشر في الترقي أو الحصول حتى على درجة علمية. في بعض الجامعات دلوقتي بتطلب إن يكون طالب الماجستير أو طالب الدكتوراه بينشر ورقة أو ورقتين قبل المناقشة، وأيضا زيادة فرص التعاون البحثي. معظم المشاريع البحثية على مستوى العالم في الوقت الحالي بتتم عن طريق، أو الباحثين بيتعرفوا على بعض عن طريق النشر الدولي. وفي النهاية البحث العلمي لا يكتمل إلا بعملية النشر، يعني ما فيش حد ممكن يعرف ما هي النقاط البحثية إلا من خلال لما يتم النشر، وبالتالي عملية البحث العلمي بتكون معروفة للجميع. أمام دي أهم أسباب النشر العلمي. بالنسبة للنشر العلمي الدولي، وده اللي احنا بنركز عليه، فهو أهم مخرج من المخرجات الدالة على جودة البحث العلمي في الجامعات. طبعا التصنيفات العالمية على مستوى العالم دلوقتي كلها بتعطي تقريبا 70% من الدرجات لكل جامعة أو مؤسسة بحثية بناء على الأبحاث المنشورة دوليا في قواعد البيانات العالمية زي سكوبس أو ISI، وأيضا بتعتمد على عدد الاستشهادات اللي بتحصل لهذه الأبحاث. وبالتالي هي الأبحاث المنشورة دوليا هي أهم مخرج من مخرجات البحث العلمي، والمخرج الرئيسي الدال على جودة البحث العلمي في المكان اللي بيتم فيه. تمام؟ وطبعا الجامعات على مستوى العالم كله، طبعا على مستوى المملكة، ركزت في الفترة الأخيرة على يعني زيادة معدلات النشر الدولي حتى يعني تندرج هذه الجامعات في التصنيفات العالمية. تمام؟ لو نظرنا إلى الوضع الحالي بتاع الدول أو ترتيب الدول بناء على معدلات النشر، والإحصائية ديت موجودة من قاعدة بيانات سكوبس، و يعني بتورينا ترتيب الدول من حيث مجمل الإنتاج العلمي المنشور في قاعدة بيانات سكوبس. قاعدة بيانات سكوبس طبعا هي تعتبر في الوقت الحالي أكبر قاعدة بيانات للإنتاج العلمي المنشور باللغة الإنجليزية، أكبر من قاعدة ISI كمان. ولو نظرنا هنلاقي إن المملكة العربية السعودية بتحتل تقريبا المرتبة 43 على مستوى العالم في مجمل الإنتاج العلمي المنشور باللغة الإنجليزية، وكان الكلام دوت في أكتوبر 2018 يعني تقريبا من 3 أشهر، كان مجمل الإنتاج العلمي للمملكة 155 ألف ورقة بحثية و800. ده طبعا وضع يعني مش سيء وأيضا مش جيد، لكن المملكة العربية السعودية في آخر سنتين يمكن محقق المركز الأول على مستوى العالم في ارتفاع معدلات النشر، ودي طبعا حاجة ممتازة جدا إن معدلات النشر تضاعفت في أماكن كتيرة أو جامعات كتيرة على مستوى المملكة في الأعوام الماضية. تمام؟ طيب ما هو الوضع بالنسبة للجامعات والمؤسسات البحثية داخل المملكة؟ ما هو ترتيب الجامعات والمؤسسات البحثية داخل المملكة؟ أيضا دي البيانات ديت من قاعدة بيانات سكوبس، وزي ما حضراتكم شايفين هنا طبعا عامل الزمن ليه دور مهم جدا في هذا التصنيف. طبعا جامعة الملك سعود لأنها من أقدم الجامعات أو أقدم جامعة على مستوى المملكة، وأكبر جامعة من حيث أعضاء هيئة التدريس وهكذا، بتحتل المرتبة الأولى من حيث الإنتاج العلمي المنشور بتقريبا 70 ألف ورقة بحثية. تمام؟ وتليها جامعة الملك عبد العزيز تاني أكبر جامعة وهكذا. وبالتالي عامل الزمن هنا ليه دور مهم جدا في هذا أو في هذه الإحصائية، لأن طبعا الإنتاج العلمي ده بيتراكم، وكل ما المؤسسة أو الجامعة بيكون ليها
أو بتنشأ في وقت قديم أو من زمن، يعني بيكون لها طبعا إنتاج علمي كبير. بالنسبة لجامعة الملك خالد اللي أنا يعني موريها لحضراتكم بالعمود الأحمر دوت، تحتل تقريبا المرتبة الثامنة على مستوى المملكة بمجمل إنتاج علمي تقريبا 4000 ورقة بحثية، والكلام ده أيضا كان من قاعدة بيانات سكوبس في أكتوبر 2018. ده طبعا أيضا وضع بالنسبة لجامعة الملك خالد يعتبر وضع كويس بالنسبة لتاريخ إنشاء الجامعة وبالنسبة أيضا لعدد أعضاء هيئة التدريس. تمام، ده يعني إحصائيات كده يعني تدل على معدلات النشر في المملكة وفي الجامعات والمؤسسات البحثية داخل المملكة. تمام، طيب ما هي أهمية النشر؟ أهمية النشر طبعا زي ما احنا اتكلمنا الرانكينج أو تصنيف الجامعات، زي ما قلنا لحضراتكم معظم التصنيفات العالمية بتعتمد في الوقت الحالي في البوينتس أو في الدرجات اللي بتعطيها للجامعات على نسبة كبيرة جدا من النشر الدولي، وأيضا على السيتيشن أو على الاقتباسات اللي بتحصل للأبحاث. تمام؟ ايضا الكواليتي اوف رايتنج او جوده الكتابه، المقصود هنا بكواليتي اوف رايتنج يعني لما الطالب طالب الماجستير او طالب الدكتوراه بيكون ملزم ان هو ينشر ورقه بحثيه او ورقتين من الرساله بتاعته قبل المناقشه، بالتالي عمليه النشر ديت بتحسن جوده الكتابه عند الطالب، لأنه أثناء النشر بيتم تحكيم الورقة وبيتم يعني تعديلها وتنقيحها بحيث أنها تظهر في صورة أفضل، وده بينعكس أيضا على جودة الرسائل في هذه الحالة، لأن الطالب بيستفيد من عملية النشر في تحسين جودة الكتابة. تمام؟ أيضا الجرانت أند سكولرشيبس اللي هي المنح والمشاريع البحثية أيضا بتعتمد بنسبة كبيرة جدا، الباحثين اللي بيتقدموا للحصول على منح أو مشاريع بحثية بيتم أيضا تفضيلهم عن بعض من خلال عدد الأبحاث المنشورة وأيضا على الاقتباسات اللي حصلت للأبحاث بتاعتهم اللي هو بيعرف في الوقت الحالي بالـ H Index للباحث. تمام، وبالتالي النشر ايضا اصبح مهم في ان انا احصل على منح او مشاريع بحثيه تنافسيه. تمام، وفي النهايه طبعا الجوائز سواء على مستوى الجامعه او على مستوى اي مستوى، الجوائز كلها بتقدم من خلال او بيتم ايضا تفضيل الباحثين للحصول على الجوائز من خلال الـ H Index أو من خلال عدد أبحاثهم المنشورة دولياً أو وأيضاً عدد الاقتباسات. تمام؟ ده بالنسبة لأهمية النشر الدولي. طيب، في بعض الحقائق على النشر، في يعني بعض الزملاء وبعض طلاب الماجستير والدكتوراه عندهم بعض الأفكار المغلوطة عن النشر الدولي. أول حاجة الكوست، التكلفة. في نسبة كبيرة من الباحثين أو اللي يعني الزملاء اللي ما عندهمش خبرة قبل كده في النشر بيعتقدوا إن النشر الدولي بيكون باهظ التكاليف أو بيدفع فيه مبالغ كبيرة، ودي فكرة خاطئة، لأن معظم الدوريات العالمية تقريبا 90% من الدوريات العالمية بتنشر فري يعني بدون أي مقابل مادي، ودلوقتي أصبح في أوبشن إن حضرتك المجلة أوريدي بتنشر البحث فري، لكن عندك أوبشن بعد قبول البحث للنشر وليس قبل التحكيم، بعد قبول البحث للنشر المجلة بتديك أوبشن وتقول لحضرتك لو حابب تخلي البحث بتاع حضرتك open access أو متاح بالكامل للباحثين في جميع أنحاء العالم، حضرتك بتدفع مبلغ مالي وتخلي البحث open access. لو مش لو يعني لا ترغب في هذا الخيار
بتخلي البحث بتاعك عادي جدا فري وبيتنشر، لكن بيكون موجود فقط التايتل او العنوان والابستراكت بتاع البحث فقط. يبقى بالنسبه للكوست زي ما قلت لحضراتكم، يعني معظم المجلات بتنشر بدون مقابل مادي، الا المجلات طبعا اللي حديثه اللي ظهرت في السنوات الماضيه، اللي هي اصلا مجلات بتكتب انها اوبن اكسس. مجلات الاوبن اكسس معظمها طبعا بتطلب مبالغ ماليه للنشر، لكن المجلات المعتاده والعريقه القديمه كلها بتنشر بدون مقابل مادي، تمام، او 90% منها، مش هقول كلها، بتنشر بدون مقابل مادي. تاني حاجه عمليه الوقت بتاع النشر. طبعا النشر الدولي بيحتاج يعني طبعا وقت لعمليه التحكيم. معظم الوقت بيكون في عمليه التحكيم والمراجعه ورد البحث وتحكيمه مره اخرى وهكذا. الوقت بتاع التحكيم تقريبا ممكن الرينج بتاعه من 3 الى 6 شهور من تاريخ ارسال البحث حتى قبوله للنشر، تمام. طبعا الوقت دوت يعتبر مقارنه بالماضي وقت قصير. ليه بقى؟ لان في الماضي قبل ظهور الانترنت وتكنولوجيا المعلومات وكده، كانت المراسلات بتتم عن طريق البريد، وكان ممكن البحث يقعد يعني 12 شهر 18 شهر حتى قبوله. لكن ظهور الانترنت وان عمليه السبميشن او عمليه ارسال الابحاث بتتم عن طريق المواقع للمجلات، كل الكلام دوت اثر المده الزمنيه لعمليه النشر، واصبحت من 3 الى 6 شهور تقريبا. ممكن لو الواحد لاكي يعني او محظوظ ممكن يتم النشر في فتره اقل من كده، لكن في معظم المجلات الدوليه الرينج دوت هو المعتاد والطبيعي، تمام. دي يعني اهم نقطتين حبيت اوضحهم بالنسبه لعمليه النشر في الدوريات العالميه، تمام. طيب ما هي انواع الارتكلز، انواع الاوراق البحثيه اللي ممكن معظمنا يتقدم بيها للنشر في الدوريات العالمية؟ أول حاجة الريسيرش بيبر، اللي هي الأوراق البحثية المعتادة. كل يعني كل باحث في تخصصه عندهم نظام للأوراق البحثية المعتادة بتاعتهم للتقدم، وبالتالي بقول عليها الريسيرش بيبر اللي هي الأوراق البحثية المعتادة. في عندنا بعد كده الريفيو أرتكلز، اللي هي الأوراق المرجعية، او يعني بترصد يعني مراجع عن نقطه معينه، تمام، وبتتكلم فيها، ما بيبقاش فيها داتا جديده، ما بيبقاش فيها ريزلتس جديده، بتبقى عباره عن تجميع زي بوك شابتر مثلا على سبيل المثال، عباره عن تجميع عن نقطه معينه وبيتنشر فيها الريفيو ارتكل. طبعا الريفيو ارتكل اصبح عليه فوكس او اصبح عليه اهتمام كبير جدا في الفتره الماضيه. ليه بقى؟ لان الريفيو ارتكل لما بيتنشر بيحصل له سايتيشن كتير. معظم الباحثين لما بيحبوا يدوروا في نقطه بحثيه، لما بيلاقوا ريفيو ارتكل بيبقى بالنسبه لهم ده حاجه كويسه، ان هو بتلخص له، بدل ما يقرا مثلا 50 بيبر، لا هو بيقرا الريفيو ارتكل ويستفيد منه في البحث بتاعه، وبيكون بيختصر له الوقت، وبالتالي باحثين كتيره جدا بيتجهوا لنشر ريفيو ارتكل في الوقت الحالي على اساس انه بيحصل له سايتيشن كتير او بيحصل له اقتباس كتير، وبالتالي ايضا الاتش اندكس بتاع الباحث اللي نشر الريفيو ارتكل بيكون او بيزيد، تمام. ثالث نوع اللي هو الشورت كوميونيكيشن او الريسيرش نوتس. الشورت كوميونيكيشن او الريسيرش نوت هي ايضا ريسيرش بيبر عاديه زي النوع الاول اللي احنا اتكلمنا عنه، بس بيكون في صوره مختصره. يعني لو المعتاد ان حضرتك الريسيرش بيبر بتاعك في التخصص بتاع حضرتك بيكون في حدود 10 صفحات على سبيل المثال، الرينج بتاعه، الشورت نوت بيكون في حدود صفحتين او ممكن يكون صفحه واحده فقط. ممكن بيحتوي الريسيرش نوت على تيبل واحد او فيجر واحد فقط. مش كل المجلات طبعا بتنشر الريسيرش نوت او الشورت كوميونيكيشن، وايضا مش كل المجلات بتنشر الثلاث انواع. يعني ممكن الاقي مجله بتنشر الثلاث انواع، الريسيرش بيبر والريفيو ارتكل والشورت كوميونيكيشن، تمام. لكن في مجلات ايضا
متخصصة تمام يعني بتنشر حاجة واحدة فقط أو نوع واحد من هذه الأنواع تمام. أنا جاي الاستفسار هنا عن إعادة رقم 2 اللي هو الريفيو أرتكل. الريفيو أرتكل اللي بنقول عليها أبحاث مرجعية هي بتبقى في صورة تجميع عن نقطة بحثية معينة من الأبحاث المنشورة في هذا المجال قبل كده. عشان أنشر ريفيو أرتكل لازم أولاً ما يكونش منشور قبل كده ريفيو أرتكل في هذه النقطة، سواء لم ينشر أبداً عن هذه النقطة ريفيو أرتكل أو آخر ريفيو أرتكل منشور في هذه النقطة يكون من فترة زمنية بعيدة من 10 سنوات مثلاً تمام. وبالتالي أنا بعمل أبديتنج أو بعمل تحديث للمعلومات اللي اتنشرت في خلال آخر 10 سنوات عن هذه النقطة، وفي هذه الحالة بيبقى فرص قبول إن أنا أنشر ريفيو أرتكل فرص طبعاً كبيرة، لأن لم ينشر قبل كده ريفيو أرتكل في هذه النقطة أو آخر ريفيو أرتكل كان منشور من فترة زمنية كبيرة تمام. وزي ما قلت لحضراتكم المجلات أو الدوريات ممكن تنشر 3 أنواع من الأرتكلز وممكن تنشر نوع واحد فقط. يعني في مجلات بتنشر ريفيو أرتكل بس، والمجلات اللي بتنشر ريفيو أرتكل بس دايماً بلاقيها بتعتلي أفضل المجلات في التخصص، لأن لها إمباكت فاكتور عالي، لأن بيحصل سايتيشن للريفيو أرتكل كتير تمام. وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم من المهم إن أنا أنشر، لو أقدر أنشر ريفيو أرتكل مفيش أي مشكلة، يبقى يعني شيء كويس جداً، لأنه بيحصل له زي ما قلت لحضراتكم سايتيشن عالي جداً، وبالتالي أنا بستفيد كباحث والإتش إندكس بتاعي بيزي تمام. طيب نيجي بعد كده للنقطة اللي هي ما هي أنواع الجورنالز، type of journals. في أنواع أيضا زي ما في أنواع للبيبرز في أنواع للجورنالز تمام. أول نوع المجلات أو اللي هي الريسيرش جورنالز تمام، البير ريفيود المحكمة و اسمها support open access وليست open access. في يعني في فرق كبير بين support open access و open access تمام، اللي هو النوع الثاني اللي هو research journals برضو لكنها open access. يبقى أول نوع اللي هي المجلات العلمية المحكمة المجانية والداعمة للإتاحة تمام، support open access دي اللي هي المجلات اللي أنا اتكلمت عليها في الأول وقلت ان معظم المجلات في العالم يعني بعد عمليه التحكيم وقبول البحث للنشر بتعطي للباحث اوبشن او خيار ان هو يعني ينشر بحثه في صوره اوبن اكسس لو يرغب في هذا تمام، ويدفع المبلغ المالي مقابل هذا ان هو يكون البحث بتاعه اوبن اكسس، او لو لا يرغب خلاص البحث بتاعه بيتنشر لكن بيكون المتاح فقط التايتل العنوان والابستراكت تمام. ده النوع الاولاني من المجلات اللي هو زي ما قلت لحضراتكم معظم المجلات في العالم في دور النشر العالميه هي من النوع الاول اللي هو سبورت اوبن اكسس تمام. النوع الثاني اللي هو الاوبن اكسس بقى المجلات العلميه المحكمه المتاحه بالكامل تمام. وكلمه سبورت اوبن اكسس او اوبن اكسس بتكون موجوده في الويب سايت بتاع المجله زي ما هنشوف او هوري لحضراتكم تمام، وهعرف من خلال المعلومه ديت هل المجله مجانيه ولا لا. طبعا غير الانستراكشن فور اوثر اللي هي التعليمات للباحثين اللي بينشروا بيكون مكتوب فيها طبعا التفاصيل كلها، لكن انا بعرف من العنوان دوت على طول اللي هو سبورت اوبن اكسس او اوبن اكسس هل المجله مجانيه ولا لا تمام. في كلا الحالتين طبعا كل المجلات المفروض تكون بير ريفيود يعني محكمه تمام، وزي ما قلت لحضراتكم هذا الخيار اللي هو سبورت اوبن اكسس بيكون متاح دلوقتي في كل المجلات في دور النشر العالمية، لسبب
ان انا ممكن اكون باحث على سبيل المثال، عندي مشروع بحثي وعندي فلوس للنشر في هذا المشروع، تمام، وبالتالي عندي امكانيه ان انا ادفع فلوس واخلي البحث بتاعي اوبن اكسس. طب انا هستفيد بايه لما يكون البحث بتاعي اوبن اكسس؟ هستفيد ان هيحصل له سايتيشن، لانه هيكون البحث متاح لجميع الباحثين في جميع انحاء العالم كفول بيبر او كورقه بحثيه كامله، تمام. يبقى هي دي الاستفاده اللي ممكن استفيد منها. عشان كده لو دخلت على المجلات العلميه في اي يعني من اي موقع، بلاقي ممكن العدد كله مغلق او غير متاح ما عدا بيبر واحده، الاقي بيبر واحده مكتوب عليها اوبن اكسس، يبقى اعرف ان البيبر ديت الباحث بتاعها دفع مبلغ مالي انه يخليها اوبن اكسس، لكن بقيه البيبرز بتكون متاحه فقط من خلال العنوان والابستراكت او الملخص. يبقى دول النوعين الرئيسيين للمجلات. في طبعا في بعض التخصصات العلميه اللي هي في مجال الابلايد ساينس، الكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم التطبيقيه، بلاقي في بعض الجمعيات العلميه بتنشر حاجه اسمها المجلات التقنيه. الابحاث في هذه المجلات بتكون مكتوبه بصيغه يعني مبسطه شويه، على اساس ان معظم اللي بيقروا هذه الابحاث بيفهموها بدون اي يعني تفاصيل علميه دقيقه، تمام. دي يمكن مش مشهوره قوي، لكن المجلات دي موجوده، وفي منها مجلات موجوده في الاي اس اي، وفي منها مجلات ليها امباكت فاكتور وهكذا، وبتعتبر في بعض التخصصات نشر علمي كامل، عادي جدا ان انا انشر في مجله تقنيه، تمام. ده بالنسبه لانواع النشر او انواع الجورنالز وانواع الاوراق البحثيه. اسف. ننتقل بعد كده لدور النشر العالمي. انا حبيت اوضح بس لحضراتكم الاول بعض الافكار عن النشر قبل ما نتكلم عن بالتفصيل عن الكتابه وهكذا، بحيث ان بعض المفاهيم تكون واضحه عند حضراتكم قبل عمليه التوسع في الكتابه، على اساس تكون في بعض الامور الواضحه. طبعا في دور نشر عالميه كتير جدا، لكن اكبر واهم دور نشر على مستوى العالم طبعا اللي هي دار نشر السفير، اكبر دار نشر على مستوى العالم دلوقتي. ودار نشر السفير بيصدر عنها بعض قواعد البيانات الهامه، اهمهم طبعا قاعده بيانات سكوبس. قاعده بيانات سكوبس هي بتدار من خلال دار نشر السفير. كمان السفير عندها قاعده بيانات اصغر من سكوبس خاصه بمجلات بتاعت السفير فقط، اللي هي ساينس دايركت، ايضا بتصدر من خلال السفير. السفير ايضا بتقدم ايضا قاعده بيانات مجانيه مهمه جدا اللي هي ساينتفك جورنال رانكينج او الاس جي ار. هنشوف المواقع دي دلوقتي. والساينتفك جورنال رانكينج ده مهم جدا ان انا او بستفيد منه من خلال ان انا بعرف المجلات في تخصصي، واعرف ايضا تقييم هذه المجلات ما هي افضل مجلات بترتيبها وهكذا، تمام. تاني دار نشر سبرينجر، دي تاني تعتبر تاني اكبر دار نشر في العالم. ووايلي ايضا بتحتل مرتبه يمكن الثالثه دلوقتي على مستوى العالم من خلال عدد المجلات او الدوريات اللي بتصدر من خلال دور النشر، وايضا الكتب المطبوعه او الكتب الالكترونيه، تمام. انا دلوقتي ممكن يعني اوضح لحضراتكم بعض النقاط او بعض الويب سايت اللي عن النقاط دي. اول دار نشر زي ما قلت لحضراتكم اللي هي دار نشر السفير، تمام. من خلال المنيو ممكن ادخل واتطرق الى البوكس اند جورنالز، تمام. ومن خلال البراوز جورنالز اتعرف على اهم الجورنالز اللي بتصدر من دار نشر السفير. طبعا دار نشر السفير وسبرينجر وويلي بيصدر عنهم مجلات في جميع التخصصات العلميه، بتشمل جميع التخصصات والفن والعلوم والهيومانيتيز والعلوم الإنسانية واللغات وجميع اللغات، بس طبعا بتصدر معظمها باللغة الإنجليزية. ممكن من خلال الـ All Subject أختار التخصص الرئيسي اللي أنا ممكن أبحث عنه في المجلات،
تمام. على سبيل المثال أي تخصص لو اخترته، اختار مثلا على سبيل المثال الكيمياء، الكيمستري على سبيل المثال، ده تخصص عام كبير، هلاقي مجلات كتيرة جدا في الكيمستري، وبالتالي ممكن أدخل وأيضا أتصفح التخصصات الدقيقة في الكيمستري، في عندي أناليتيكال كيمستري، في عندي إن أورجانيك كيمستري وهكذا، فاختار أي تخصص منهم تمام زي الأورجانيك كيمستري مثلا. وأيضا الأورجانيك كيمستري تحتيه تخصصات فرعية أكتر تمام، ممكن أختار أي تخصص منهم، ميديسينال كيمستري مثلا، وأعمل سيرش تمام، هيطلع لي كل المجلات اللي بتصدر من دار نشر ألسفير تمام في مجال الميديكال كيمستري تمام. يبقى أنا ممكن أعمل داخل دار النشر سيرش أو بحث على المجلات المتخصصة بناء على تخصصي، اقدر اشوف ايه المجلات اللي في التخصص تمام. طيب لو دخلنا على اي مجله زي الفايتو ميديسن ديت على سبيل المثال، هينقلنا الى موقع المجله الالكتروني اهو تمام، وهيوضح لي المعلومات الخاصه بالمجله، اسمها الايديتور ان شيف وهكذا، وبعض المعلومات عن النشر اوكي تمام. وهنا كاتب لي ايه زي ما حضراتكم شايفين سبورت اوبن اكسس، زي ما حضراتكم شايفين هنا سبورت اوبن اكسس، يعني المجله ديت زي ما احنا قلنا مجله فري، لكن ممكن انشر فيها البحث من خلال الاوبن اكسس لو حبيت، لو رغبت في ان انا ادفع المبلغ مالي وانشر البحث بتاعي فري. ننزل لهنا لبعض المعلومات الهامة عن المجلة تمام، الجورنال ماتريكس، أهم المعلومات، في معلومات كتيرة دلوقتي متاحة عن المجلة، أهم المعلومات الإمباكت فاكتور، في عند الإمباكت فاكتور اللي هو بيتحسب على العامين 2 years impact factor، وفي 5 years impact factor أوكي. المهم عندي أنا اللي هو 2 years impact factor، لو جينا وقفنا على 2 years impact factor هيظهر لي هنا معلومة وبيقول لي فيها إن الإمباكت فاكتور ده طالع منين، من جورنال سايتيشن ريبورت اللي هو في الاخر زي ما حضراتكم شايفين كده في اخر المربع النصي مكتوب 2018 جورنال سايتيشن ريبورت اللي هو كلاريفيت اناليتكس 2019. في نقطه مهمه جدا 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 هنا، لا يعترف باي امباكت فاكتور، لان في مجلات كتيره جدا اوبن اكسس طالعه حديثا بتكتب ان ليها امباكت فاكتور، جوجل بيزد امباكت فاكتور، مش عارف امباكت فاكتور من اي موقع تاني، هذا لا يعتد به نهائيا كامباكت فاكتور. الامباكت فاكتور الوحيد المعترف به في جميع انحاء العالم هو الامباكت فاكتور الصادر من جورنال سايتيشن ريبورت، وده بيصدر كل سنه في شهر يونيو تقريبا تمام، وبيصدر لكل المجلات التي لها امباكت فاكتور معترف به من جورنال سايتيشن ريبورت. اي امباكت فاكتور تاني لا يعتد به نهائيا. في مجلات كتيره من اللي هي الاوبن اكسس اللي احنا بنقول عليها المجلات يعني الغير يعني غير رصينه او مجلات غير معترف بيها، بتكتب امباكت فاكتور من مصادر مختلفه كتير، يقول لك جوجل بيزد امباكت فاكتور، مش عارف ايه امباكت فاكتور، كل ده لا يعتد به ولا تندرج تحت يعني اتمنى ان الباحثين يخلي بالهم كويس قوي من النقطه دي، لان اي مجله ليها امباكت فاكتور، حتى شوف دار نشر السفير دي اكبر دار نشر في العالم تمام، ومش محتاجه ان هي تكتب ان الامباكت فاكتور بتاعها ده من جورنال سايتيشن ريبورت، لا بتكتب ان هو من جورنال سايتيشن ريبورت عشان الباحث يتاكد ان ده يعني امباكت فاكتور سليم تمام كده. يبقى دي نقطه مهمه جدا اللي بالنسبه للامباكت فاكتور للمجلات، انه يكون من جورنال سايتيشن ريبورت، وفي جميع الاحوال المجلات كلها بتكتب هذا الكلام اوكي. المعلومات الاخرى الموجوده ديت يعني مش هستفيد منها الا في عمليه اثناء عمليه النشر، سبميت يور بيبر، دي لما يكون حضرتك مجهز البيبر بتاعك وعايز تعمل له نشر، سبورت اوبن اكسس اللي احنا قلنا عليه، فيو ارتكلز ان انا بشوف الابحاث اللي في هذه المجله، جايد فور اوثر اللي هو تعليمات النشر، الابستراكتنج والاندكسنج، المجله ديت موجوده في دور نشر ايه وهكذا، تراك يور بيبر ديت في حاله لما يكون عندي بحث مقبول للنشر،
في مجلة معينة وأنا عايز أتابع عملية ظهور البحث دوت بعد الموافقة على النشر. أوردر جورنال لو حابب إن أنا أطلب المجلة ديت لي يعني بصفة شخصية عايز أشترك في المجلة ديت. وفي هنا السامبل إيشو لو عايز أشوف مثلا على سبيل المثال إكزامبل أو مثال لورقة بحثية من هذه المجلة. تمام؟ يبقى أنا ممكن أستخدم دار النشر اللي هي السفير أستخدمها في إنها تعتبر محرك بحثي أو أداة بحثية إن أنا أتعرف من خلالها على المجلات اللي بتنشر من خلال هذه الدار. لو عملت view articles هيلقل لي إلى قاعدة البيانات الصغرى اللي أنا قلت لحضراتكم عليها اللي هي Science Style. تمام؟ اللي هي قاعدة البيانات الصغرى التي تصدر من خلال دار نشر Elsevier. دي قاعدة بيانات Science Direct خاصة بالمجلات التي تصدر من دار نشر Elsevier فقط. يعني مش هلاقي فيها أي مجلات من دور نشر أخرى. لو عملت سيرش جوه قاعدة بيانات Science Direct هيبين لي فقط المجلات اللي داخل قاعدة بيانات Science Direct اللي هي المجلات اللي بتصدر من Elsevier فقط. لو عايز بقى أعمل سيرش على مستوى أكبر يبقى من الأفضل إن أنا أعمل سيرش على قاعدة بيانات سكوبس اللي هي أكبر قاعدة بيانات في العالم دلوقتي، يبقى من الأفضل إن أنا أعمل سيرش من خلال. تمام؟ طيب قواعد البيانات ديت بالنسبة لحضراتكم متاحة من خلال المكتبة الرقمية السعودية. تمام؟ من خلال الجامعة عند حضراتكم، دي على مستوى المملكة على مستوى جميع الجامعات موجود الرابط بتاع المكتبة الرقمية السعودية. بدخل على المكتبة الرقمية السعودية واختار قواعد البيانات الأجنبية وبختار بعد كده منها القاعدة اللي أنا حابب أن أنا أعمل فيها سيرش. هلاقي قاعدة سكوبس ولا ISI وكل القواعد العالمية موجودة داخل هذه القاعدة. تمام؟ طيب أنا جالي مثلا استفسار هنا عن هل ممكن أن أنا أدور أو أبحث في قسم المالية؟ ممكن طبعا لو دخلت لو رجعت تاني على البراوز جورنال. تمام؟ وهختار هنا المفروض المالية هتكون تبع الفاينانس تقريبا أو هتكون تبع الإيكونومي المفروض أن فاينانس. تمام؟ وبعد كده هختار فاينانس على سبيل المثال. هل في ريليتد؟ هلاقي في حاجات تبع الفاينانس تانية على سبيل المثال، وأعمل سيرش هيطلع لي المجلات بتاعة المالية. تمام؟ في حوالي 29 مجلة مختصة بالفاينانس تابعة لدار نشر السفير فقط. تمام؟ طيب عشان الوقت بتاع حضراتكم احنا دلوقتي عرفنا ازاي ممكن ادور خلال دار من خلال دار النشر على مجلات من خلال دار النشر نفسها. وقاعدة دار النشر الثانية سبرينجر نيتشر نفس الكلام، ممكن من خلال دار النشر اعمل سيرش على السبجكت واشوف هنا في الجورنالز مثلا وادخل على السبجكت اللي انا عايز ادور عليها. ويعني نفس الكلام اللي قلناه في Elsevier بنلاقيه في سبرينجر، بنلاقيه في وايلي نفس الكلام. السبجكت موجود اهي في وايلي. تمام؟ كل سبجكت تحتيه سب سبجكت او تخصصات فرعيه. لكن المجمل انه دور النشر كلها ماشي موجوده، موجود فيها مجلات في كل التخصصات. تمام؟ طيب في بعض الاسئله المتعلقه بالامباكت فاكتور اللي هي الاوريجيناليتي للامباكت فاكتور. الامباكت فاكتور زي ما قلت لحضراتكم لا يصدر المعترف به لا يصدر الا من جورنال سايتيشن ريبورت. تمام؟ وجورنال سايتيشن ريبورت ده بيصدر من كلاريفيت اناليتكس اللي هو الاي اس اي بس دلوقتي اسمه كلاريفيت اناليتكس. تمام؟ والاي اس اي دوت زي ما قلت لحضراتكم بيصدر في شهر يونيو او يوليو من كل شهر. تمام؟ وبيكون في صوره ممكن اطبعه في صوره اكسل شيت او احصل عليه في اكسل شيت، بالاضافه انه موجود على موقع المجله زي ما وريته لحضراتكم. يعني اي مجله ليها امباكت فاكتور حقيقي بتكتب ان هو من جورنال سايتيشن ريبورت، وبالتالي انا مش محتاج ان انا احصل على هذا الريبورت كل سنه.
طبعا دور النشر العالميه السيفير وسبرينجر وايلي دي كلها بتكتب طبعا الامباكت فاكتور الحقيقي للمجال. تمام. طيب السؤال الثاني، ما افضل قواعد البيانات؟ افضل قواعد البيانات، مش هقول افضل قواعد البيانات، هقول اكثرهم شمولا، اللي انا ممكن احصل عليه من اكبر كميه من المعلومات في وقت قصير، اللي هو قاعده بيانات سكوبس. تليها طبعا قاعده بيانات اي اس ار، لكن قاعده بيانات سكوبس هي اكبر قاعده ماشي موجوده في الوقت الحالي. تمام. طيب خطوات الدخول على المكتبه الرقميه، انا ما اعرفش بالنسبه لجامعه الملك خالد ايه هي الخطوات، لكن من خلال جامعه ام القرى احنا بندخل باليوزر نيم والباسورد بتاعنا، وبندخل على حاجه اسمها قواعد المعلومات. تمام. ومن خلال قواعد المعلومات بلاقي المكتبه الرقميه السعوديه، بدخل عليها وبتكون متاحه عندي جميع القواعد من خلال. بتختلف دخول لقاعده للمكتبه الرقميه السعوديه من قاعدة إلى أخرى، أفضي من جامعة إلى أخرى أو من مكان لآخر، لكن في مهم أن أنا أوصل للمكتبة الرقمية السعودية من خلال موقع الجامعة بتاعي. تمام؟ طيب نرجع يبقى احنا استعرضنا دلوقتي دور النشر، نرجع للبرزنتيشن تاني بتاعنا ونستعرض بقية النقاط بعد دور النشر. بالنسبه بقى للباحثين اللي بنشروا باللغه العربيه، دلوقتي في موقعين مهمين جدا، اللي هو معامل التاثير العربي والارشيف اللي هو بيصدر من دار معرفه. تمام. ده بالنسبه للزملاء اللي بينشروا او العلوم بتاعتهم بتتنشر باللغه العربيه. دي طبعا محاولات للاعتراف بالمجلات العربيه، اللي هو معامل التاثير العربي والارشيف. تمام. المحاولات دي طبعا لم يتم الاعتراف بها حتى الان على مستوى الجامعات في الدول العربيه، لكنها محاولات انه يرصدوا المجلات الجاده اللي بتنشر بصفه دوريه وهكذا، ويعملوا لها تقييم مشابه للتقييم بتاع الامباكت فاكتور. تمام. لو شفنا برضو القاعدتين دول مواقعهم موجوده عندنا، اوكي، هنخش على معامل الارشيف دوت، هو كده اسمه e-معرفه.net-archive. تمام. وهلاقي فيه عندنا التقارير، تقرير 2018، هشوف المجلات المدرجه ضمن هذا المعامل، ومسميينه معامل ارشيف او معامل التاثير والاستشهادات المرجعيه بالعربي. تمام. كان في معامل قبليه ظهر قبليه، اللي هو معامل التاثير العربي ماشي، او Arab Impact Factor. ده أيضا بيصدر المجلات اللي بتصدر من دول عربية مختلفة كتيرة جدا، وعمل لها تصنيف بناء على قوة المجلات وهكذا، لكن طبعا هذا التصنيف أو هذا التقييم للمجلات ليس قائم على أو يعني قائم على طريقة قابلة للقياس. احنا بنحسب الإمباكت فاكتور في المجلات اللي بتصدر باللغة الإنجليزية بناء على عدد الاستشهادات اللي بتصدر من المجلة قبل الابحاث اللي في المجله في اخر عامين على عدد الابحاث المنشوره في اخر عامين. يبقى الامباكت فاكتور بيتحسب بان انا بقسم عدد الاستشهادات للابحاث المنشوره في اخر عامين على عدد الابحاث المنشوره في المجله. وبالتالي اما بيكون عندي قاعده بيانات زي سكوبس او اي اس اي، بقدر اعمل من خلالها الحساب دوت، لانه عندي الاستشهادات وعندي الابحاث. لكن بالنسبة للإنتاج العربي أو الإنتاج اللي بيصدر باللغة العربية، أنا ما عنديش قواعد بيانات بتشمل الإنتاج العلمي العربي عشان أسترشد به في الحساب. وبالتالي إن أنا أسمي هذا الموضوع Arab Impact Factor، لو أنا خدت الإمباكت فاكتور بالمسمى بتاعه أو بالتعريف بتاعه المعروف، يبقى ده مسمى خطأ. لا، أنا بقول إن ممكن أسميه تقييم أو مثلا تصنيف للمجلات العربية، لكن ما سموهوش Arab Impact Factor، لانه الامباكت فاكتور زي ما قلنا محتاج ان يكون عندي قاعده بيانات تشمل الانتاج العلمي العربي كله، واحنا للاسف طبعا حتى الان لا يوجد قاعده بيانات للانتاج العلمي العربي بيشمل الانتاج العلمي العربي كله. الانتاج العلمي العربي طبعا انتاج كبير جدا ومن مئات السنين، ولازم طبعا ان انا يعني كل الدول العربيه تشترك في هذا المشروع، لانه مشروع هيبقى على مستوى الدول العربيه كلها ان هي تستفيد من الانتاج العلمي او تعمل حصر للانتاج العلمي العربي، سواء الكتب اللي اتنشرت
او المجلات وغيره، موضوع كبير جدا ان انا استفيد. لكن في جميع الاحوال انا ممكن استرشد بالموقعين دول اللي هو العرب امباكت فاكتور والارسيف، تمام، في ان انا استخدمهم كجايد، وان انا برضو اتعرف على بعض المجلات العربية الرصينة اللي ممكن تكون يعني كويسة في حالة النشر لو انا بنشر باللغة العربية، تمام. طيب نرجع للبرزنتيشن ونيجي بقى نبتدي في عملية النشر. احنا اتكلمنا يعتبر كل اللي فات ده مقدمة عن النشر وانواعه وانواع المجلات ودور النشر وهكذا. هنبتدي بقى نتكلم في بصورة تفصيلية عن عملية النشر نفسه اللي هو الببلشنج بروسيس. طبعا اول خطوة في عملية النشر اللي هي يكون عندي طبعا مجهز البيبر اللي انا عايز انشره او الارتكل اللي انا عايز انشره. طيب وايضا زي ما قلنا لحضراتكم في متطلبات للنشر في بعض المجلات، في مجلات بتطلب كفر ليتر، وفي مجلات بتطلب حاجات اسمها براكتيكال ابلكيشن وريسيرش هايلايتس وهكذا. اكون مجهز كل المتطلبات قبل ما عمليه النشر تتم. بعد كده بنتقل الى المانسكريبت سبميشن، ارسال البحث للمجلة. وفي طبعا اهم معظم المجلات زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي بيتم الارسال عن طريق موقع المجلة، وبعد كده بتحصل عملية الريفيجن المراجعة، ثم اعادة ارسال البحث مرة اخرى بعد المراجعة، ثم الاديتور ديسيجن اللي هو قرار المحرر الخاص بالبحث، هل هيقبله هل هيرفضه هل مطلوب مراجعة اخرى وهكذا، ثم اخر خطوة البروف ريدنج اند اديتنج، ثم النشر سواء كان النشر في صورة إلكترونية أو صورة مطبوعة، تمام. دي الخطوات المعتادة في النشر في أي مجلة، حتى المجلات العادية وليست المجلات الدولية، تمام. طيب هنبتدي نتكلم عن الكتابة بقى. يعني إيه زي ما قلت لحضراتكم أنا مش هقدر أدي ورشة عمل في الكتابة لأن كل تخصص في أسلوب معين في الكتابة، لكن انا اقدر ادي التريكس او ادي ايه هي الاخطاء الشائعه اللي بتحصل او بتحدث اثناء الكتابه وممكن يحصل عندهم رفض لابحاثهم بناء على يعني الاخطاء دي، تمام. في برضو سؤال جاي لي بالنسبه للباحثين اللي بينشروا باللغه العربيه، كيف يتم التفضيل بين المجلات؟ انا زي ما قلت لحضراتكم اللغه العربيه حتى الان في الموقعين اللي انا وريتهم لحضراتكم اللي هو العرب امباكت فاكتور والارسيف، دول موقعين بيعملوا تقارير عن المجلات ممكن استرشد بيهم. وطبعا في كل تخصص معروف المجلات القويه ومعروف المجلات الضعيفه، تمام، ومعروف المؤتمرات القوية ومعروف المؤتمرات الضعيفة. في الحالة ديت أنا ممكن بسترشد لو أنا لسه طالب مثلا ماجستير أو طالب دكتوراه ما عنديش خبرة في عملية النشر، ممكن أسترشد بخبرة زملاء سابقين أو أسترشد بالموقعين دول لو أنا ما عنديش أي خبرة، أسترشد أيضا بيهم في إن أنا أتعرف على بعض المجلات اللي ممكن تنشر في التخصص بتاعي وهكذا. لكن للأسف ما عنديش وسيله اساسيه زي الامباكت فاكتور بتاع المجلات اللي بتنشر باللغه العربيه ان انا اعرف ايه هي الافضل المجلات، تمام. دي بتيجي بالخبره وبتيجي بالسؤال او بسترشد بالموقعين دول اللي انا وريتهم لحضراتكم، تمام، لان زي ما قلت لحضراتكم ما فيش وسيله للقياس بالنسبه للانتاج العلمي العربي. طيب ننتقل بعد كده لبداية الكتابة وأنا ببتدي أكتب البيبر بتاعتي. يعني في بعض النقاط المهمة اللي يجب التفكير فيها والتعمق فيها قبل الكتابة وقبل النشر. أول حاجة يعني ان انا اقرر ايه اللي انا هنشره. لو انا مثلا عندي رساله ماجستير او رساله دكتوراه وبنشر منها جزء معين، ايه اللي انا هنشره؟ ايه الجزء المهم اللي يتنشر؟ وايضا انشر امتى؟ متى يتم النشر؟ لان النشر مهم جدا. لو انا مثلا طالب ماجستير او لو عايز اترقى لازم انشر بدري على قدر الامكان، لان النشر بياخد وقت طويل،
وممكن البحث يتبعت او يرسل لمجله ويرفض فيها وياخد وقت اطول من الوقت اللي انا متوقعه. فبالتالي النصيحه ان حضرتك على قدر الامكان تنشر النتائج بدري، لان عمليه النشر بتاخد وقت طويل. تمام، ده بالنسبه للنقطه الاولى اللي هي ايه اللي انا هنشره وامتى انشر. النقطه الثانيه اختيار المجله المناسبه، choosing a target journal. ليه بقى اختيار المجله المناسبه؟ دلوقتي زي ما حضراتكم يعني عارفين، عمليه النشر او نشر الابحاث اصبحت عمليه عليها ضغط كبير جدا في المجلات، لان معظم الجامعات اصبحت بتركز في النشر الدولي على اساس ان التصنيف بتاع الجامعات وهكذا، وبالتالي فرص قبول الابحاث اقل بكتير من الماضي. تمام، وبالتالي لو انا ما اخترتش المجله المناسبه لنشر البحث بتاعي ممكن اضيع وقت كبير جدا في ان انا ابعته لاكثر من مجله ويترفض، ويبقى انا بخسر وقت في هذه الحاله. وهنشوف يعني الموضوع ده او النقطه دي ممكن نتطرق لها ازاي ونعرفها ازاي. بعد كده اختيار اللي هي الانستراكشر فور اوثر، اللي هي يعني تعليمات النشر في المجلة نتطرق إليها ويعني نتعرف عليها. دي موجودة طبعا على مواقع المجلات. تمام، في أيضا سؤال، ما هو الحد الأدنى لمعامل التأثير عند التفكير في النشر؟ كل تخصص بيختلف معامل التأثير فيه عن التخصص الآخر. يعني في العلوم الطبية على سبيل المثال، معامل التأثير في العلوم الطبية أعلى مجلة ممكن ألاقيه 40، الإمباكت فاكتور 40، وطبعا أقل مجلة اللي هي هتبقى يعني هنعتبره 1/10. تمام، ده في العلوم الطبية. طيب في تخصص آخر مثلا زي الميوزك، الموسيقى، ممكن ما ألاقيش مجلات كتيرة في الموسيقى على سبيل المثال، والأعلى إمباكت فاكتور في تخصص الموسيقى هو 1. تمام، اعلى مجله الامباكت فاكتور بتاعها 1، لكن في الطب 40. طيب هل انا لما انشر في اعلى مجله في التخصص بتاعي اللي هو تخصص الموسيقى على سبيل المثال، تمام، او التربيه البدنيه او اي تخصص، نشرت في المجله اللي هي 1 اعلى مجله في تخصص، وطبيب زميلي نشر في مجله الامباكت فاكتور بتاعها 10، مين الافضل؟ الافضل انا، ان انا نشرت في اعلى مجله في تخصصي مع ان الامباكت فاكتور بتاعها 1. تمام، يبقى مفيش حد ادنى لمعامل التاثير اللي انا افكر فيه. انا بشوف المجلات اللي في تخصصي ايه، وكل تخصص بيختلف المجلات اللي فيه، واعلى معامل تاثير في المجله بيختلف من تخصص الى اخر. تمام، طيب في ايضا سؤال على المجلات اللي هي المجلات الغير رصينة، أو المجلات اللي هي بنقول عليها مجلات الفيك أو الغير معترف بيها. نصيحتي لأي حد بينشر، أولا زي ما قلت لحضراتكم، يحاول ينشر في مجلة موجودة في دور النشر العالمية الكبيرة، اللي هي زي السفير وسبرينجر ووايلي وغيرها من دور النشر الكبرى الأخرى. في حاجات تانية دور نشر أيضا كبيرة، ويتجنب المجلات الأوبن أكسس على قدر الإمكان. ايضا لما يجي يختار مجله يشوف المجله ديت، حتى لو انا اضطريت انشر في الاوبن اكسس، اشوف المجله ديت لو هي ليها امباكت فاكتور زي ما قلت لحضراتكم معترف بيه، هيكون مكتوب ان الامباكت فاكتور موجود بتاعها من جورنال سيتيشن ريبورت. لو ايضا بشوف في المجله، اشوف الاعداد بتاعتها ابتدت تظهر امتى المجله، هل لسه مثلا اول عدد ليها العام الماضي، هل بقى لها سنتين، هل بقى لها 10 سنين، كل الكلام ده كله بنظر ليه قبل ما بختار المجلة دي للنشر. في وسائل أخرى هعرضها لحضراتكم دلوقتي برضو متعلقة بالنشر واختيار المجلة، اللي هي هنشوفها دلوقتي حالا برضو هتساعدني في اختيار المجلة. طيب في نقاط هامة أيضا عند اختيار المجلة للنشر، اللي هو quality of the work، وإن أنا أستشير الزملاء بتوعي او اللي سبقوني في النشر في تخصصي في عمليه النشر. موضوع الكواليتي اوف ذا ورك ديت عايزه خبره في ان انا احدد الجوده بتاعه البحث بتاعي.
ده بتكون يعني شوية خبرة، لأن معظم الباحثين بالذات الشباب بيبقى عندهم شوية يعني مش هقول يعني إيه، عندهم إحساس إن هم بيعملوا فعلا شغل ممتاز وكل حاجة، بس هو ما عندوش يعني ما قراش كتير، ما اطلعش على آخر أبحاث في المجال وهكذا، فممكن بيعتبر إن البحث بتاعه ده في داتا ممتازة جدا وداتا يعني قابلة للنشر في أعلى المجلات، ويبتدي يراسل مجلات عالية في التخصص، لكن للأسف بيترفض البحث فيها، وبالتالي بيضيع وقت في أثناء عملية المراسلات دي، لأنه ما قدرش كويس جودة البحث بتاعه. فجودة البحث دي بيتوقف أيضا عليها، أو عامل مهم جدا في عملية النشر في الوقت الحالي. تمام؟ طيب، choosing a target journal، إزاي بقى أختار، أو إيه هي العوامل المهمة في اختيار المجلة بتاعتي؟ الاودينس، سمعة المجلة، الاكسسبيليتي، في مهم طبعا ان المجلات كلها، ودلوقتي معظم المجلات على الاقل متاح فيها الابستراكت والتايتل، والسبيد اوف اكسبتنت اند بابليكيشن، ده مهم ايضا للباحث ان هو عايز ينشر بحثه في اسرع وقت ممكن. تمام؟ والكواليتي اوف ريبرودكشن اوف فيجرز، ده لو انا بنشر في تخصصي مهم ان انا انشر صور وهكذا، والجوده بتاعت الصور دي بتكون مهمه في البحث بتاعي، وبعد كده الامباكت فاكتور. اوكي، دي عوامل مهمه بنظر اليها قبل اختيار المجله. طيب ازاي بقى اختار المجله؟ ايه افضل وسائل اختار المجله بتاعتي؟ اهم موقع اللي انا قلت لحضراتكم عليه اللي هو جورنال ساينتفك جورنال رانك، ساينتفك جورنال رانك ده موقع فري، موقع مجاني، حضرتك ممكن تدخل عليه في اي وقت من اي مكان، هتبتدي تحصل منه على معلومات مهمة جدا عن المجلات العالمية في أي تخصص، وأنا أتطرق إليه دلوقتي وهنشوف. كمان دار نشر ألسيفير ودار نشر سبرينجر عاملين مواقع زي ألسيفير جورنال فايندر وسبرينجر جورنال فايندر أو ساجستر، دول بيتوحوا لك إن حضرتك تدخل العنوان بتاع البحث وتدخل الأبستراكت، وهم يقترحوا لك 10 مجلات مناسبين للنشر. تمام، اللي هم الموقعين الاخرانيين، السيفير جورنال فايندر وسبرينجر جورنال فايندر. طيب خلينا المهم عندي انا اللي هو الموقع الاولاني ان احنا نشوفه، اللي هو جورنال ساينتفك جورنال ساين جورنال ساينتفك جورنال رانك. تمام، مهم جدا ان احنا نشوف الموقع ده، ده الموقع بتاع ساينتفك جورنال رانكينج، واللي ايضا المسؤوله عنه دار نشر السيفير. اوكي، ده موقع مجاني ممكن ادخل من خلاله ابتدي اتطرق لايضا المجلات في كل التخصصات. على سبيل المثال هنلاقي هنا كل التخصصات زي ما احنا كده شفناها في السيفير، بنشوفها هنا، اخترنا اي تخصص ماشي، اخترنا مثلا الانجينيرنج على سبيل المثال، الهندسه. تمام، ده التخصص الرئيسي، ألاقي تحت التخصص الرئيسي تخصصات فرعية، تحت الإنجينيرينج هلاقي تخصصات كتيرة. تمام، هنختار مثلا البيلدينج أند كونستراكشن. أوكي، يبقى اخترنا من الإنجينيرينج واخترنا البيلدينج أند انستراكشن. وعندي كمان في اختيارات تانية، هل أنت عايز المجلات من بلد معينة ولا من منطقة معينة ولا كل البلاد، وهل محتاج الجورنال ولا عايز البوك سيريا أولا الكونفرنس، أنا هنختار برضو كل شيء. تمام، وأعمل له أبلاي. يبقى أنا هنا هشوف المجلات اللي في مجال الهندسة في مجال البيلدينج. تمام، هيجيب لي كل المجلات اللي في العالم العالمية، تمام، اللي في مجال الهندسة في هذا التخصص. كم مجلة بقى ظاهرين لي عندي؟ 320 مجلة. تمام، ومترتبين بأعلى مجلة في التخصص اللي هي رقم واحد، حتى اقل مجله في التخصص اللي هي هتكون رقم 320. تمام، يبقى الموقع ده مفيد جدا عندي لو انا ما عنديش خبره في اختيار المجلات، ده بيديني بقى كل المجلات اللي في التخصص، وكمان بيديني بيرتب المجلات بناء على الجوده بتاعتها، اللي هو هنا مسميها كيو، كيو 1 يعني الكواليتي نمبر 1 ماشي، المجلات كلها اللي مكتوب قصادها كيو 1 دي المجلات الفئه الاولى في التخصص، تليها المجلات كيو 2 حتى كيو 4. يبقى هو مقسم المجلات كلها الى اربع فئات،
من Q1 إلى Q4، وبيديني أول 50 مجلة، وأدخل بعد كده على نيكست هيديني ال 50 مجلة اللي بعديهم بدءا من 51 وهكذا، وهينتقل بعد Q2 إلى Q3 وهكذا. تمام؟ أوكي؟ يبقى الموقع دوت مفيد جدا عندي إن أنا أعرف منه المجلات اللي في التخصص بتاعي لو أنا ما عنديش خبرة، أو أشوف المجلات الجديدة حتى اللي دخلت في القواعد البيانات العالمية، لأن كل فترة بتدخل مجلات جديدة ما كنتش أنا مثلا عرفتها، مجلات من دول مختلفة وهكذا. يبقى الموقع ده مفيد جدا، وزي ما قلت لحضراتكم هو موقع مجاني بدخل عليه في أي وقت من أي مكان، بيديني ترتيب للمجلات في التخصص بتاعي وبستفيد منه في هذه الحالة. تمام؟ أتمنى أن يكون الموقع دوت يعني يفيدكم إن شاء الله، لأنه موقع زي ما قلت لحضراتكم كويس جدا. أيضا ممكن أنا لو أنا بدور على مجلة معينة مباشرة، أعمل هنا في السيرش أكتب اسم المجلة اللي أنا عايز أدور أو أبحث عنها. تمام؟ وبعد كده هو بيديني معلومات عن المجلة دي. زي على سبيل المثال هكتب لحضراتكم هنا مجلة مثلا زي مجلة زي اسمها Food Safety على سبيل المثال، وأعمل سيرش، هيطلع لي كل المجلات اللي فيها المفروض كلمة Food Safety. تمام؟ أهو أكتر من مجلة، 5 مجلات. تمام؟ أدخل على أي مجلة منهم، أختار المجلة، هيديني هنا المجلة بقى معلومات عن المجلة، وهيديني الرانك بتاعها. سنة 2017 كانت المجلة دي Q4، وفي مجال الباراسيتولوجي ماشي، وفي مجال الميكروبيولوجي كانت Q4، وفي مجال الفود ساينس كانت Q2. يبقى اللي انا عايز اوضحه هنا لحضراتكم ان المجلة ممكن تكون مشتركة في اكثر من تخصص، وايضا مختلفة في من تخصص الى اخر. يعني الـ مثلا موجودة في تخصص معين Q1 وفي تخصص تاني Q3. اوكي؟ يبقى بناء على التخصص بتاعي المجلة دي بتتقيم. وفي مجلات موجودة في تخصص واحد بس، وفي مجلات موجودة في تخصصين، وفي مجلات موجودة في 4 تخصصات وهكذا. بدي أيضا نقطة مهمة استفيد منها من الموقع ده، إنه بيبين لي المجلة ديت في كل التخصصات ترتيبها. تمام؟ نرجع للبرزنتيشن بتاعنا، وزي ما احنا اتكلمنا على Choosing Authority Journal، عرفنا الموقعين دول. الموقعين التانيين اللي هم Elsevier وSpringer، دول أنا مدي لحضرتك اللينك بتاعهم، حضرتك بتدخل على الموقع وتدي له العنوان بتاع البحث والملخص، وهو زي ما قلت لحضراتكم يختار لحضرتك 10 مجلات يقترحهم لحضرتك. تمام؟ وبيكونوا طبعا العشر مجلات دول في دار النشر الخاصة بهذا البحث، أو يعني هيكونوا 10 مجلات في Elsevier أو هيكونوا 10 مجلات في Spring. أوكي؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا، إن أنا بختار المجلة المناسبة من هذه المواقع. ايه هو بقى الترتيب المعتاد للكتابة؟ عندنا طبعا ده انا بتكلم على الترتيب المعتاد لكتابة الورقة البحثية. بقى هنبتدي نتكلم بالتفصيل عن بقى الاجزاء المختلفة من الورقة البحثية والكتابة بتاعتها. من المعتاد ان انا بكتب الميثودز الاول، لانها بتكون اوريدي انا اشتغلت الميثودز ديت وكتبتها، ثم بكتب الريزلتس النتائج، ثم الدسكشن المناقشة، ثم الانترودكشن. وفي طبعا يعني برضو باحثين كتير بيبتدوا يكتبوا الانترودكشن الاول، بيبقى سهل بالنسبه لهم لانه هو معلومات بتتجمع من الابحاث السابقه، والابستراكت بيتكتب بعد كده، ثم الريسيرش هايلايتس دي احد المتطلبات الخاصه بالمجلات، ثم البراكتيكال ابلكيشن، واخر حاجه انا بقولها التايتل. ليه بقى بقول التايتل في الاخر؟ لان طبعا لما باجي اكتب بحث انا بيكون العنوان اوريدي موجود اوريدي يعني في الذاكره بتاعتي وعارف العنوان، لكن لاخر لحظه بعد الكتابه العنوان ده بيتغير، او بضيف له كلمات او بحسنه وهكذا. تمام؟ ده الترتيب اللي هو بنقول عليه الكومن اوردر، الترتيب المعتاد. لكن مش ملزم حضرتك ان حضرتك تتبع الترتيب ده. انا قلت لحضرتك ممكن حضرتك تبتدي بالانترودكشن، أو في ناس كتيرة بيبتدوا بالإنترودكشن على أساس إن هو عبارة عن قراءة لمراجع سابقة وهكذا، لكن ده الترتيب المعتاد. طيب إحنا بقى هنبتدي نتكلم عن كل جزء من هذه الأجزاء اللي هي أجزاء الورقة البحثية. تمام؟
بالتفصيل وإيه هي المشاكل وإيه هي الحاجات المهمة اللي تتكتب وهكذا. تمام؟ وهنبتدي بالترتيب اللي بيظهر في الورقة البحثية. أول حاجة في الورقة البحثية بتكون موجودة إيه؟ التايتل. تمام؟ فهنبتدي بالتايتل. تمام؟ اللي هو عنوان الورقة البحثية. التايتل طبعاً هو أقل عدد من الكلمات المعبرة عن محتوى الورقة البحثية. التايتل ممكن يكون في صورة سؤال. ممكن يعني مهم جداً أن التايتل يكون بتاعك أتراكتف، يكون جاذب. لأن يعني عملوا بعض الدراسات لقوا أن لو التايتل بتاع البحث، حتى لو البحث ده قائم جداً، لو البحث التايتل بتاعه مش جذاب، هو زي احنا بنعتبره كده، زي ما انا مثلا بتصفح جريده، لو ما لقيتش العنوان بتاع المقال اللي انا عايز اقراه جذاب، مش ببتدي اقرا فيه. هو نفس الكلام كده في العلم، برضو نفس الكلام، ان حضرتك يعني ايه بتتطرق الى زي ما قلت لحضرتك، او يعني تهتم جدا بان التايتل بتاعك يكون جذاب. تمام؟ في هنا زي ما قلت في بعض الأسئلة عن موضوع اللي هو الـ Q4 والتقسيمات دي حضرتك، Q1 وQ2 اللي هو اللي احنا شفناها في Scientific Journal Ranking، دي قاعدة البيانات هي اللي بتقسمها، احنا ملناش دخل فيها. تمام؟ والمجلة ممكن تبقى السنة دي Q4، السنة الجاية يحصل لها Citation يبقى الإمباكت فاكتور بتاعها أحلى، تبقى Q2 وهكذا، يعني متقلبة، مش شرط ان المجلة تدنها على طول Q4 او Q2 وهكذا. تمام؟ اوكي. ده بالنسبة للتايتل. مهم جدا ايضا ان التايتل، نرجع للتايتل بتاعنا، مهم جدا ان التايتل ما يكونش فيه كلمات عامة زي A study of او observation on، والكلام ده كله اصبح غير مقبول. على طول يكون التايتل informative وفيه اقل عدد ممكن من الكلمات. تمام؟ في ايضا لازم يكون specific enough، يعني متخصص جدا وواضح جدا التايتل في النقطه البحثيه اللي يعني بيتطرق اليها البحث. وايضا مهم جدا انه لا يحتوي على abbreviations اللي هي المختصرات. يعني لو عندي مادة كيميائية لها اختصار، عندي أي حاجة لها اختصار، المفروض إنها ما تتكتبش في التايتل إلا الاختصارات اللي أصبحت يعني معروفة لكل الناس، زي دي إن إيه مثلا، اختصار ده معروف خلاص، ما يعني ممكن أكتبه في التايتل. لكن أي مادة كيميائية ما أكتبهاش باختصار، الكلام ده كله أصبح يعني أو غير يعني جيد إن أنا أكتبه في التايتل. تمام؟ في كمان مجلات بتطلب حاجه اسمها الرننج تايتل، او هو بيكون تايتل مختصر، يعني التايتل بتاعي مثلا لو 20 كلمه، الرننج تايتل ده يقول لي لازم يبقى في خمس، في صوره خمس كلمات. في مجلات بتطلبه ومجلات ما بتطلبوش، بس انا بستعرض مع حضراتكم ايه اللي ممكن يقابلنا اثناء عمليه النشر، ولو شفت حاجه اسمها رننج تايتل اكون عارف ايه هو الرننج تايتل. تمام؟ في مجلات بتطلبه ومجلات مش بتطلبه. نيجي بقى للأوثرز، الباحثين المشتركين في الورقة البحثية. الباحثين الناشرين للورقة البحثية هم اللي اشتركوا في تصميم الورقة وكتابتها وهكذا. ممكن يكون باحث ما اشتركش في الجزء العملي واشترك في الكتابة، ممكن ما يكون باحث اشترك في مراجعة الورقة البحثية، كل الكلام ده بيكون طبعا باتفاق مسبق بين الباحثين. تمام؟ في معظم المجلات أو المعتاد، وده بقول دايما موضوع ترتيب الباحثين على الورقة البحثية هو اتفاق ما بينهم، من المفترض أن أول باحث مكتوب في الورقة البحثية بيكون هو ليه أكبر نسبة مشاركة في الورقة البحثية، أو أكبر إسهام في الورقة البحثية بتكون للباحث المكتوب اسمه أول، يعني ده المعتاد. تمام؟ ودايما الهيد اوف جروب اللي هو رئيس الفريق البحثي دايما بيكون اسمه في الاخر. تمام؟ ده يعني ده المعتاد في اوروبا وامريكا وغيره، ان دايما اخر اسم في الورقه البحثيه بيكون البروفيسور، بيكون اللي هو الهيد اوف ريسيرش جروب. تمام؟ وفي بعض يعني المجالات او بعض التخصصات بيكون مترتبين الفابيتيكال، يعني بالحروف الهجائيه، بس ده يعني نادرا ما بيحصل. اوكي؟
يبقى في الأول وفي الآخر بالنسبة للأوسرز ده اتفاق ما بين الباحثين. ممكن يكون في المكان اللي أنا فيه عندهم رولز معينة في كتابة أسماء الباحثين، لكن المعتاد اللي أنا قلت لحضراتكم عليه إنه هو بيكون أكثر المساهمين في الورقة البحثية هو اسمه الأول، ثم يليه الأقل وهكذا، وآخر شخص اسمه مكتوب اللي هو بيكون آخر اسم في الأوسر ليست. تمام؟ ومن الأفضل أني أخلي الـ الاسم بتاعي واحد أو موحد في جميع الأوراق. تمام؟ يعني ما اكتبش اسمي في ورقة بحثية بحروف أو بسبيلنج مختلف عنه في ورقة بحثية أخرى، ما اكتبش اسمي ثنائي في ورقة بحثية وثلاثي في ورقة بحثية أخرى. كل الكلام ده مهم جدا عندي عشان بعد كده لما اسمي هيدخل في الموسوعات زي سكوبس واي اس اي يكون باسم واحد، ويقدروا يجمعوا كل الابحاث بتاعتك تحت هذا المسمى. ودي ايضا نقطه ايضا مهمه جدا، ان انا زي ما قلت لحضراتكم يعني اتطرق ليها، ان اسمي يكون موحد في جميع الاوراق البحثيه. تمام؟ اوكي، نيجي بعد كده للتايتل بيج، الصفحه الاولى من البحث. الصفحه الاولى من البحث دايما بتكون او بتشمل على التايتل، العنوان اللي احنا اتكلمنا عنه، على الاوثر نيم والافيليشن. الافيليشن اللي مقصود بيه هنا العنوان الخاص بالباحث، اللي هو عنوان المقر بتاعه البحث سواء في جامعه او في مؤسسه بحثيه. ومش من المطلوب ان حضرتك تذكر بيانات اكتر من كده، ان هو مثلا قسم مثلا البيولوجي في كليه العلوم جامعه الملك خالد، هو ده العنوان مثلا على سبيل المثال. تمام؟ معظم المجلات بتطلب في الوقت الحالي الايميل بتاع كل الاوثرز، يعني حضرتك واثناء عمليه السبمشن او اثناء البحث كل باحث هتدخل اسمه وهتدخل عنوانه وهتدخل الايميل بتاعه، لأن المجلات في الوقت الحالي بتطلب أو بتبعت إيميلات لكل الباحثين تخبرهم بأن في بحث وصل واسم حضرتك عليه، عشان ما يحصلش أي بعد كده مشاكل، لأن في بعض المشاكل بتحصل، لا ده أنا اسمي كتب وأنا معرفش، لا ده وهكذا. الكلام ده كله أصبح بيتم زي ما قلت لحضراتكم التواصل مع جميع الباحثين الموجودين على الورقة البحثية عن طريق الإيميل، ومن خلاله بيتم اختيار جميع البحث. تمام؟ في كمان الكورسبوندنج اوثر او الباحث الرئيس، تمام، اللي هو بيعمل عمليه الارسال للورقه البحثيه اسمه كورسبوندنج اوثر. ده مطلوب منه انه يكتب جميع التفاصيل بتاعته بقى، اسمه، عنوانه، تليفونه، الفاكس، الايميل، كل التفاصيل بتاعته، وبيكون هو الباحث المسؤول عن ارسال الورقه البحثيه وعن متابعه التحكيم حتى قبول الورقه البحثيه. اوكي، يبقى كورسبوندنج اوثر هو المسؤول عن جميع الخطوات ارسال البحث وعن يعني استقبال التحكيم والرد على التحكيم وهكذا. في طبعا المهمه ديت اللي هي المهمه بتاعه ارسال البحث ديت، في بعض الناس بتتخوف ان هي تبقى كورسبوندنج اوثر لانه خايف من عمليه التحكيم وما عندوش خبره في الارسال وهكذا، لكن هو في منها استفاده مهمه جدا، ان المجلات دلوقتي لما بتيجي تعمل اختيار للمحكمين بتختار محكمين للابحاث من ابحاث سابقه منشوره في النقطه البحثيه دي، فبيختاروا كورسبوندنج اوثر، لان الكورسبوندنج اوثر بيكون اسمه وايميله وتليفونه وكل المعلومات عنه بتكون مكتوبه في الورقه البحثيه، فبالتالي هو اسهل واحد للتواصل معاه واسهل واحد يتم اختياره كمحكم بعد كده. فبالتالي لما حضرتك بتكون كورسبوندنج اوثر في المستقبل بعد لما البحث بيتنشر بيتم اختيارك كمحكم، وبتبتدي ايضا تعمل في مجال ان حضرتك تحكم كمان ابحاث مش تنشر ابحاث. تمام؟ في بعد كده الـ present والـ permanent address. النقطة ديت المقصود بيها، افرض أنا مثلا على سبيل المثال في مهمة علمية في أي دولة في الخارج، لكن أنا بعمل في جامعة الملك خالد على سبيل المثال، هل من حقي أكتب المكانين، الكلية الأصلية في جامعة الملك خالد والمكان اللي أنا رحت له سواء في أوروبا في أمريكا في أي مكان؟ نعم، ممكن أكتب 2 و3 affiliation، يعني ممكن أكتب أكتر من affiliation لنفسي
على الورقة البحثية الواحدة، مفيش أي مشكلة. وفي أبحاث كتيرة جدا بلاقي authors مكتوب، يعني مكتوب في مكانين أو الأدرس بتاعه في أكتر من مكان، تمام؟ يبقى دي نقطة ما فيهاش أي مشكلة. ده بالنسبة للتايتل بيج اللي هي الصفحة الأولى من الورقة البحثية بتشتمل على هذه المعلومات. نيجي بعد كده للأبستراكت اللي في بعض المجلات بيعرف بالسمري، تمام؟ الأبستراكت هو طبعا كلمات مختصرة معبرة عن محتوى البحث، تمام؟ في معظم المجلات بتطلب حوالي 250 كلمة، إن الأبستراكت يكون 250 كلمة، في مجلات بتطلب إنه يكون 150 كلمة، في مجلات بتطلب إنه هو يكون مقسم إلى أجزاء زي الباك جراوند والميثودز والريزلتس والكونكلوجن وهكذا. ده بيختلف من مجلة إلى أخرى. مهم جدا ان انا قبل ما ابتدي اكتب الابستراكت، الابستراكت ده على فكره احنا قلنا لو رجعنا للسلايد بتاع الترتيب، الابستراكت ده بيتكتب في الاخر خالص مش في الاول، الابستراكت بيتكتب في اخر الورقه البحثيه، يعني اخر حاجه بكتبها الابستراكت على اساس ان يكون الورقه البحثيه كلها اصبحت يعني الصوره مكتمله بالنسبه لي وابتدي اكتب منها الابستراكت، تمام؟ بكتب في الابستراكت اهم الفايندنجز، اهم الحاجات اللي انا طلعت بيها من البحث، تمام؟ ما بكتبش كل حاجه، ما بطولش في الكلام، احاول اختصر على قدر الامكان وادي معلومات مفيده، لان الابستراكت زي التايتل زي العنوان، اوكي؟ الابستراكت لو هو مش جذاب للقارئ برضو القارئ مش هيكمل قرايه بقيه البحث، تمام؟ يبقى التايتل والابستراكت مهمين جدا ان هم يكونوا جذابين، بيستعرضوا اهم النتائج على اساس ان القارئ لما بيقرا الحاجتين دول بيبتدي يقرا بقيه الورقه البحثيه ويطلع عليها، تمام؟ طيب نيجي بقى للكيوردز اللي هي الكلمات الداله. الكيوردز مهم جدا جدا، في ناس بتكتب الكيوردز بتاخد كلمات من التايتل او من العنوان وتحطها على اساس ان هي الكيوردز. للأسف يبقى أنا كده بقلل فرص الوصول للبحث بتاعي لسبب واحد، لأن الداتابيز أو قواعد البيانات العالمية، تمام؟ أما باجي أعمل سيرش بعمل سيرش بالكيوردز. طيب لو أنا دخلت نفس الكلمات بتاعة الكيوردز اللي موجودة في التايتل يبقى أنا كده بقلل فرص الوصول للبحث بتاعي، وبالتالي من المهم جدا إن أنا أكتب كيوردز ليها علاقة بالبحث لكن مش موجودة الكلمات ديت موجودة في التايتل في العنوان أو في الرننج تايتل، عشان أزود فرص الوصول للبحث بتاعي. لو حد بيعمل سيرش بالكيوردز يقدر يوصل أو يكون فرص وصول البحث بتاعي أكبر بكتير، تمام؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا ومن أهم النقاط اللي يعني أخلي بالي منها، لأن في ناس بتستسهل وتكتب كلمات الكيوردز من العنوان وبتعتبر ان هو يعني خطوه مش مهمه قوي. لا، الكيوردز مهمه انها تكون كلمات غير الموجوده في العنوان، تمام؟ نيجي بعد الكيوردز هيظهر عندنا بعد كده الانترودكشن اللي هو المقدمه بتاعه البحث او الريفيو اوف ليترشر، تمام؟ الانترودكشن ليه يعني ليه بنكتب انترودكشن للابحاث؟ ان احنا نستعرض الابحاث السابقه ويعني في اخر الانترودكشن دايما بنعرض ايه هي الهايبوثيسز بتاعتنا، ايه هو الافتراض اللي احنا بنينا عليه البحث، وبالتالي الانترودكشن هو استعراض للابحاث السابقه في النقطه ديت، وايه الفرضيه اللي انا ببني عليها البحث بتاعي، وبالتالي ما هي الاوبجكتيفز او ما هي اهميه البحث بتاعي بتكون في نهايه الانترودكشن، تمام؟ من الافضل ان انا على قدر الامكان يكون الانترودكشن بيشتمل على دراسات حديثه، وكلمه دراسات حديثه يعني من سنه 2014 حتى 2019. يعني معظم دور النشر ومعظم المجلات دلوقتي بيجي كومنت ان الانترودكشن مش موجود من دراسات حديثه، وبالتالي مهم جدا ان انا يعني الانترودكشن يشتمل على دراسات حديثه، تمام؟ طيب the structure of introduction، انا عامل لحضرتكم صوره قمع كده او فانل. ليه بقى the structure of introduction بهذا الشكل؟ لانه بيبتدي من general
بتكلم عن الموضوع النقطة البحثية بصورة جنرال، صورة عامة، ثم ابتدي ان هو يبقى سبيسيفيك، يبقى اكثر تخصصا. يبقى نهاية الانترودكشن بتستعرض المراجع الاكثر تخصصا في النقطة البحثية، عشان كده بسميه فانل شيب، تمام، او في شبه القمع. ببتدي بالكلام جنرال او بتكلم عن الموضوع بصفة عامة، بعرض احصائيات عامة وهكذا، وثم ببتدي في نقاط اكثر تخصص. تمام. الانترودكشن زي ما قلت لحضراتكم بيشتمل على اهم النقاط في المتعلقه بالبحث بتاعي، وايضا ما هي الاسئله التي لم يتم الاجابه عنها في هذه النقطه قبل كده، وانا هحاول اجاوب على ايه بقى، ايه هي الاسئله اللي انا هحاول اجاوب عليها في نقطه البحث. طبعا الانترودكشن دوت الموضوع عبارة عن قراءات سابقة، وأنا بصغها بأسلوبي في صورة introduction أو مقدمة عن الموضوع. وبرضو أحاول على قدر الإمكان أن أنا ما طولش كتير في الانترودكشن، ما اكتبش introduction كبير، يعني برضو كل تخصص بيختلف فيه النقطة ديت، بس أحاول أكون إيه على اطلاع بالمجلات في تخصصي وإيه هو الرينج بتاع الانترودكشن، عشان يعني اتجنب ان البحث بتاعي يتم مراجعته اكتر من مره او يتم مره. تمام. نيجي للجزء بتاع الماتيريال اند ميثود. تمام. هو في بعض الاسئله بس هيتم الاجابه عليها ان شاء الله في الاخر، اللي هي متعلقه بالاتش اندكس. كل الكلام ده ان شاء الله هنتطرق عليه، بس بناء على الترتيب بتاع السلايدز هنتطرق ان شاء الله لبعض الاسئله في اوانها ان شاء الله. تمام. الماتيريال اند ميثود. اوكي. الجزء بتاع الميثودز، ايه هو الغرض ان انا بكتب الميثودز؟ الغرض طبعا ان انا بوضح ايه هي الظروف اللي انا عملت فيها البحث بتاعي. تمام. كونديشنز، ايه هي المواد والماتيريالز اللي استخدمتها، بغرض ان لو شخص اخر قام باجراء نفس التجربه بنفس الكونديشن او نفس الظروف او نفس المواد، من المفترض ان هو يحصل على نفس النتائج. تمام. وبالتالي بتسهل عمل الباحثين اللي هيجوا بعديه لو جربوا بنفس الكونديشن ديت ان هم يحصلوا على نفس النتائج، او نتائج لو العينات هتختلف يحصلوا على نتائج مماثله وهكذا. تمام. مهم جدا ايضا الانترودكشن يتكتب بالتفصيل. يعني ايه يتكتب بالتفصيل؟ يعني كل حاجه. كان مجلات زمان يعني جزء الميثودز اسف بيكتب بشيء من الاختصار، يعني بختصر الماتيريال، انا بقول ان انا قدرت مثلا الماده الفلانيه بطريقه فلان الفلاني واكتب الريفرنس بس بدون ذكر تفاصيل. لا، كل المجلات دلوقتي بتشترط ان حضرتك تكتب في الميثودز جميع التفاصيل، جميع الاكويبمنت، جميع الريجنت، جميع الاورجانيزم، جميع التفاصيل الدقيقه اللي حضرتك استخدمتها والكونديشنز اللي حضرتك استخدمتها، سواء مثلا استخدمت عينات بشريه، سواء استخدمت حيوانات، ايا كان، سواء عملت تجربه في معمل، كل حاجه تتكتب بالتفصيل، وايضا الطرق الاحصائيه تتكتب بالتفصيل. هذا شيء مهم جدا جدا ان انا اكتب كل حاجه بالتفصيل وما اعملش اختصار في جزء الميثودز بالذات. ماشي. جزء الميثودز ايضا ممكن يشتمل على تيبلز اند فيجرز، ممكن يشتمل على جداول واشكال بيانيه، ما فيش اي مشكله ان انا احط جداول واشكال بيانيه في الميثودز. تمام. ايضا ممكن او مهم ان هو يتكتب في الباست تنس، في الزمن الماضي، لان المفروض طبعا التجربه تم اجراءها وبالتالي كل الكتابه تكون في الزمن الماضي. تمام. وممكن اخد جايد اي بيبر منشور في المجله اللي انا عايز انشر فيها، اشوف هم بيكتبوا الميثودز ازاي واخده جايد ليا واعرف من خلاله، يعني او اخده يعني كطريق ليا ويسهل لي عمليه كتابه الميثودز. تمام. لكن النقطه المهمه اللي بكررها ان كل شيء هيتكتب بالتفصيل الدقيق. تمام. نيجي بعد كده للجزء بتاع الريزلتس اللي هو النتائج، اللي هي طبعا دي النتائج هي الشغل بتاعي بقى، اللي انا عايز استخدمه
او عايز اعرضه في افضل صوره، ويعني احاول على قدر الامكان ان النتائج بتاعتي اعرضها في افضل صوره وابسط صوره، لان هو ده الشغل بتاعي. يعني ده الحاجه اللي انا بحطها في البيبر. معظم الاجزاء الاخرى في البيبر بتكون من مراجع، مقدمه من مراجع، الميثودز من مراجع، لكن الريزلتس ديت يعني ده الاخراج بتاعي بقى والشغل بتاعي، وبالتالي من المهم ان انا اعرضه في افضل صوره وابسط صوره للقارئ، بحيث ان هي ما تكونش كومبليكيتد او معقده. تمام. بالنسبه لجزء الريزلت اللي هو زي ما قلت لحضراتكم من اهم الاجزاء في البيبر، البيبر كله معتمد على الريزلت، ممكن يشتمل الريزلتس على تيبلز فيجرز او الاثنين، بس ما عرضش النتائج في صورتين. يعني النتائج لو عرضتها في صوره تيبل جدول لا اعرضها في صوره فيجر تاني، يعني عشان ما تتكررش الحاجه مرتين. تمام. الحاجه تتعرض في صوره واحده بس، لا اما تيبلز لا اما فيجرز. تمام. ومن المفترض ان هي يعني زي ما قلت لحضراتكم تعرضوا التيبلز او الفيجرز بصوره مبسطه وصوره يعني جاذبه للقارئ. لو عندي يعني لو عندي عينات بينها مقارنات، يبقى من الافضل ان انا اعرضها في صوره فيجرز على سبيل المثال، بحيث ان انا اقارن بين المعاملات دي وهكذا، ويكون واضحه للقارئ او للي هيقرا البحث ان في اختلافات بين المعاملات مثلا على سبيل المثال. تمام. طيب في بعض المجلات بتطلب ان حضرتك تكتب الريزلتس فقط يليها الدسكشن، وفي بعض المجلات بتعمل دمج للريزلت والدسكشن مع بعض. اوكي. بناء على المجله اللي هنشر فيها، لو هنشر ريزلتس بس يبقى ما هكتب الريزلتس بتاعتي فقط ولا اناقش النتائج الا في جزء الدسكشن. تمام. اوكي. نيجي للتيبلز. لو انا هعمل التيبلز بتاعتي، من المهم جدا في التيبلز ان هي تكون بسيطه understandable، يعني مش معقده، بسيطه. ولو هعرض اكتر من تيبل يكونوا بنفس الفورمات او بنفس الستايل. اوكي. وايضا مهم ان انا اشوف الستايل بتاع المجله اللي انا عايز انشر فيها، التيبلز بتتعرض بشكل ايه وهكذا قبل لما اعمل عمليه تصميم التيبل بتاعي. تمام. نيجي للفيجرز. الفيجرز المقصود بيها اي اشكال، سواء كانت فوتوغرافز، مابس، دياجرامز، اي اشكال بقول عليها فيجرز. ماشي. بتسهل عندي الوصول للمعلومات. ماشي. وبحاول دايما ان انا برضو اعرض فيجر مش كومبليكيتد، بسيطه وسهله. تمام. وبرضو بتتبع تعليمات المجله. تعليمات المجله دايما في الفيجرز ان يكون ليها ريزوليوشن معين، ليها درجه نقاء معين. لو ارسلت الفيجر بدرجه نقاوه اقل هيرجع لي البحث تاني ويقول لي لازم اعمله بدرجه نقاوه معينه. وبالتالي مهم جدا ان انا اتبع تعليمات النشر عشان ما اضيعش وقت كبير في ان البحث يرد الي بدون تحكيم عشان حاجات بسيطه انا ما خدتش بالي منها، سواء عدد كلمات في ابستراكت وهكذا، او صوره معينه الريزوليوشن بتاعها قليل وهكذا. تمام. نيجي بعد كده لجزء الدسكشن، وبعد كده ان شاء الله هناخد يعني بريك. جزء الدسكشن اللي هو اهم او اصعب جزء في الكتابه، ده من وجهه نظري انا الشخصيه، لانه معتمد على قراءاتي السابقه وتحليلي لهذه القراءات. وبالتالي عشان اكتب دسكشن كويس لازم اكون قارئ جيد، يعني عشان اكتب دسكشن جيد لازم اكون قارئ جيد للابحاث السابقه واطلع منها اهم النقاط اللي بتفسر لي النتائج. بالتالي هذا الجزء مهم جدا ان انا اقرا ليه كتير عشان اكتبه. تمام. وطبعا الدسكشن بيناقش النتائج، بيناقش ليه النتائج دي طلعت لي وايه التفسيرات بتاعتها. تمام. الدسكشن ايضا ممكن يشتمل على السترينث اوف ذا ستادي، ما هي قوه البحث من وجهه نظري يعني. انا اللي كاتب البحث وشايف ان هو قوي في الحته دي، قوي ان هو استعرض مثلا او استخدم ميثودز جديده، قوي ان هو حصل على نتائج يعني لم يحصل عليها احد من قبل وهكذا، دي بسميها السترينث اوف ذا ستادي. وايضا من المفترض ان انا اكتب ليميتيشن اوف ذا ستادي، ما هي المعوقات اللي قابلتني في الدراسه. طب ليه اكتب الليميتيشن اوف ذا ستادي؟ عشان الريفيور اللي هيحكم البحث
ما ينتقدنيش في النقطة بتاعت الليميتيشن. يعني مثلا أنا المفروض على سبيل المثال المعتاد في التخصص بتاعي إن أنا لما بعمل إحصائية معينة إن أنا بعملها على 100 عينة، باخد 100 سامبل وبعمل منهم الإحصائية، أنا ما قدرتش أحصل إلا على 80 أو 70 لأي ظرف أو لأي سبب. طيب أنا لما أجي أبعت البحث للنشر المحكم هينتقدني في هذه النقطة، يبقى أنا لو وضحت له الأسباب أو الليميتيشنز بتاعتي قبل لما او يعني وانا بكتب البحث وضحت ليه الاسباب، بالتالي هو ما يقدرش، خلاص هو عارف ايه السبب او ايه المشكله، وبالتالي ما يقدرش يرفض لي البحث بناء على هذا. وبالتالي الليميتيشن ده ايضا مهم جدا، لو انا شايف ان البحث فيه ليميتيشن بكتب، مش شرط ان البحث يكون فيه ليميتيشن، ممكن ما يكونش فيه، وبالتالي عادي جدا اكتب السترينث فقط. تمام. نيجي ايضا للانترودكشن، هو عكس قصدي الدسكشن، هو عكس الانترودكشن. الانترودكشن احنا قلنا فانل شيب زي القمع، ده العكس بقى. الدسكشن ببتدي بالنقاط المتخصصه او بناقش بتخصص كبير، وبنهي الدسكشن بكلمات عامه او جمل عامه عن الموضوع. تمام. وايضا من المهم جدا ان انا في النهايه لو الجورنال ما عندوش جزء الكونكلوجن اكتب كونكلوجن، اكتب الاستنتاج النهائي للبحث بتاعي او الكونكلوجنز النهائيه للبحث بتاعي في اخر الدسكشن، لو المجله ما بتنشرش دسكشن سيكشن او جزء بتاع قصدي الكونكلوجن سيكشن الجزء بتاع الاستنتاج. تمام. كل ده معتمد ان انا بشوف الستايل بتاع المجله واشوف ايه هي الاجزاء بتتكتب ازاي في الجورنال ستايل بتاع المجله اللي عايز انشر فيها. تمام. لان الحاجات دي بيبقى فيها بعض الاختلافات. اوكي. جزء الاكنولجمنت، خلاص ده اخر جزء اللي هو الشكر، بشكر سواء اشخاص شاركوا في البحث او بشكر الجهه المموله للبحث، الجامعه او المركز البحث وغيره. مش لازم اكتب اكنولجمنت لو مش محتاج ان انا اشكر، مش شرط ان انا اكتب. تمام. وده بيبقى جزء اوبشنال، يعني ده اختياري وليس اجباري ان انا اكتب ديسكشن. طيب ناخد ان شاء الله دلوقتي بريك 15 دقيقه ونعود ان شاء الله الساعه 8:15 دقيقه باذن الله. ان شاء الله نبدا الجزء الثاني من ورشه العمل او المحاضره المتعلقه ب كتابة الأوراق البحثية وإعدادها للنشر. اتكلمنا في آخر جزء عن الـ acknowledgement، وقلنا إن هو يعني اختياري إن أنا أكتب acknowledgement أو شكر لأي شخص أو لأي جهة ساعدت في تمويل البحث. تمام. في بعض الجهات بتشترط عند تمويلها إن يكتب فيه شكر بصيغة معينة، وبالتالي في هذه الحالة يجب ان انا التزم بهذه الصيغه ويعني اكتب مثلا رقم المشروع وغيره. وفي هذه الحاله زي ما قلت لحضراتكم مهم جدا في هذه الحاله ان انا اكتب acknowledgement او شكر بالصيغه المطلوبه. تمام. طيب بعد الacknowledgement طبعا بيجي الريفرنسز او المراجع. عندي طبعا المراجع بتنقسم الى جزئين، اللي هو السيتيشن داخل متن البحث والريفرنس ليست اللي هي قائمه المراجع في نهايه البحث. تمام. الفانكشن اوف ريفرنسز او يعني الوظيفه بتاعت المراجع طبعا ان هي بتستعرض الابحاث السابقه في النقطه البحثيه اللي انا بشتغل عليها، و بستعرض طبعا ممكن الاقي مراجع كتيره جدا في النقطه البحثيه، من المهم ان انا استعرض اهم هذه المراجع واحدثها. تمام. والاكثرها تعلقا بالنقطه البحثيه اللي انا بشتغل فيها او بكتب فيها. تمام. وزي ما قلت لحضراتكم مهم جدا ان المراجع تشتمل على مراجع حديثه، وكلمه حديثه يعني في اخر 5 سنوات، لأن في جميع العلوم أصبح فيه كثافة كبيرة في النشر، وأصبح فيه معلومات كبيرة في معظم فروع العلم تقريبا في الوقت الحالي. تمام. طيب
مهم جدا ان المراجع تكتب بطريقه سليمه وعلى حسب الستايل بتاع المجله، تمام؟ لان معظم المجلات في الوقت الحالي بتعمل مراجعه للمراجع وبتقول لي ان المراجع دي فاليد ولا انفاليد. لو كتبت المرجع باسلوب خطا بتعتبره المجله انفاليد او غير يعني صالح، وبالتالي حتى لو المرجع سليم بس انا كاتبه بطريقه خطا او بستايل غير مناسب للمجله. وبالتالي لازم، مهم جدا ان انا اكتب المراجع بنفس الستايل المطلوب للمجله، كل ده حتى اتجنب ان انا اضيع وقت في ان البحث يرجع لي بعد اسبوع بعد اسبوعين بدون مراجعه لعدم التزامي بالستايل بتاع المجله او الستايل بتاع الريفرنس. طبعا في اكتر من ستايل، انا بشوف الستايل بتاع الريفرنس، اشوف اخر بحث او بحث حديث منشور في المجله الريفرنس ليست بيتكتب ازاي، السيتيشن داخل المادة بيتكتب ازاي، و يعني بمشي على المنوال ده، تمام؟ الفورمات زي ما احنا قلنا سيتيشن ان تكست، وفي عندي الريفرنس ليست، تمام؟ سيتيشن ان تكست معظم المجلات لا اما بتتبع الاسلوب ان انا بكتب الاوثرز وبعديه اللي هي العام بتاع النشر، او بيبقى في صوره نمبرز، في صوره ارقام مرتبه. ونفس الكلام ايضا في الريفرنس ليست النهائي، لا اما بيتكتب باسماء الاوثرز او بيترتب الفابيتيكالي يعني بالحروف بالترتيب الابجدي، او بيتكتب في صوره ارقام. كل الكلام دوت بشوفه في المجله واشوف الانستراكشن واتبع اسلوب المجله او ستايل المجله في كتابه السيتيشن او الريفرنس، تمام؟ في طبعا عندي برامج مسؤوله عن يعني كتابه الريفرنس وترتيبها وهكذا زي الاند نوت وغيره من البرامج. في برامج اخرى غير الاند نوت، لكن طبعا اشهرهم هو الاند نوت. والاند نوت ممكن يكون متاح ليا ان انا اعمل له داونلود، لانه لازم بيكون بمبلغ مالي. ممكن انا كمثلا عضو هيئه التدريس في جامعه الملك خالد على سبيل المثال يكون الجامعه تيحالي او يعني مدياني الاوبشن ان انا اعمل داونلود للاند نوت واشتغل بيه لو هو متاح. لو مش متاح بضطر ان انا اشتريه لو انا هكتب بالاند نوت، مش شرط طبعا او مش ضروري ان انا استخدمه، لكن هو برنامج بيسهل لي الكتابه وبيسهل لي السيتيشن وهكذا. وبقول على البرامج دي اللي هي الريفرنس مانجمنت سوفت ويرز اللي هي المسؤوله عن يعني كتابه السيتيشن داخل متن البحث وايضا في الريفرنس ليست، تمام؟ لو هو متاح بالنسبة لحضراتكم يعني بيكون اوبشن كويس ان هو بيسهل لي في عملية الكتاب، تمام؟ لكن مش شرط ان انا استخدمه في الكتاب، اوكي؟ طيب البليسمنت اوف سايتيشن، ودي برضو عندي منها نوعين، حاجة اسمه امبيجيوس وحاجة اسمه كلير، والنوع الثاني اسمه كلير. امبيجيوس ان انا بكتب مثلا جملة معبرة عن شيء معين في البحث، لكن الجملة دي تذكرها أكتر من مرجع، أوكي؟ تمام؟ وبالتالي بجمع المراجع كلها مع بعض زي المثال الأولان، بقول This disease has been reported in humans and dogs or and animals على سبيل المثال، واكتب الريفرنس اللي ذكرت أن هذا المرض تم رصده في الإنسان والحيوان أكتر من مرجع، ممكن يكونوا 10 مراجع، ممكن يكونوا 5، ممكن يكونوا 2 وهكذا، تمام؟ ده اسمه أسلوب امبيتشس، اللي هو إن أنا بدمج المراجع مع بعض عشان أعمل اختصار وما أكتبش كلام كتير. في أسلوب تاني اللي هو الأسلوب الكلير، إن أنا بعمل بقى تفنيد للكتابة، اللي هو الإكزامبل نفس الإكزامبل بس بكتبه بقى في صورة الكلير، اللي هو بقول This disease has been reported in humans وأكتب الريفرنس الدوكس واكتب الريفرنس الرابتس واكتب الريفرنس وهكذا. يبقى ده اسلوب في يعني اطاله اكتر او توضيح اكتر للكتابه. طب هل في مجله بتطلب مني ان انا اكتب باسلوب معين؟ لا، مفيش مجله بتطلب مني ان انا اكتب اسلوب معين في الكتابه. ده تبقى حريه شخصيه ان انا اكتب باي اسلوب منهم سواء كان كلير او امبيتشز. ده بالنسبة للبليسمنت اوف سايتيشن داخل متن البحث، تمام؟
ده برضو يعني ايه معلومه لحضرتك. طيب نيجي بعد كده للإيثيكال إيشو إن جورنال بابليكيشن، إيه هي الأخلاقيات النشر في المجلات العالمية؟ تمام؟ في عندي أربع نقاط هامة اللي هي الأوثنتيسيتي أند أكيوريسي، الأوريجيناليتي، الكريديت، والإيثيكال تريتمنت أوف هيومن أنيمالز. أول حاجة اللي هي الأوثنتيسيتي أند أكيوريسي، اللي هي الأوثنتيسيتي المقصود بيها الدقة وعدم يعني اللعب في النتائج أو تغيير النتائج وتطويعها إلى اتجاه معين للحصول على نتائج معينة، ماشي؟ وعرض جميع النتائج، يعني أعرض جميع النتائج المتوافقة مع الدراسات السابقة وأيضاً الغير متوافقة مع الدراسات السابقة، ما أكتفيش بعرض فقط النتائج المتوافقة مع الدراسات السابقة، يعني عشان أتجنب أن يحصل فيه اعتراض على نشر الورقة البحثية، تمام؟ وايضا الاشكال والفيجرز والحاجات دي كلها تكون سليمه لا تتعرض الى اي تعديلات، وايضا استخدام طرق احصائيه سليمه تمام او مناسبه للداتا اللي عندي. نيجي بعد كده للكريدت. الكريدت المقصود بيه اللي هي يعني الشيء اللي اصبح طبعا مهم في الوقت الحالي اللي هي الاصاله بتاعه البحث. المقصود بالاصاله هنا ذكر جميع المراجع المتعلقة بالبحث أو اللي أنا كتبت منها، أعمل لها عملية citation وأعمل لها ذكر. وعندي طبعا دلوقتي معظم يعني معظم المجلات، مش هقول كل المجلات، بتعمل كشف عن الاقتباس ببرامج مختلفة، أشهرهم الايسنتيكيت والترنت ان، هم نفس الشركة اللي عاملة الايسنتيكيت عاملة الترنت ان، ماشي؟ ده أشهر برنامج ممكن تكون الجامعة عند حضراتكم موفراه كوسيلة للكشف عن الاقتباس أو معدل الاقتباس، تمام، في البحث بتاع حضرتك. يعني الإمكانية ديت معرفش هل متاحة في جامعة الملك خالد ولا لأ، لكن في بعض الجامعات بتتيح للباحث إن هو يستخدم البرنامج ده، لأنه برنامج تقريبا البيبر الواحدة بتكلف $50 بالكشف، ان انا استخدمه والكشف عن الاقتباس واشوف معدل الاقتباس. طيب هل البرنامج دوت او البرامج الاخرى المجانيه بتمشي على منوال واحد او على يعني فلتريشن واحده؟ لا، بتختلف، والدليل على كده ان نفس البرنامج اللي هو زي الايسنتيكيت ممكن عامل عليه الكشف باكتر من طريقه او باكتر من كونديشن. ممكن اقول له اكشف لي على التسع كلمات متتاليه، ممكن اقول له اكشف لي على 12 كلمه متتاليه لو انا مقتبس من بحث معين 12 كلمه متتاليه، ممكن اقول له اعمل لي على 15 كلمه متتاليه. وبالتالي البحث الواحد او الملف الواحد ممكن يطلع فيه درجات اقتباس مختلفه بناء على الكونديشن اللي انا معطيها للبرنامج قبل ما بعمل عمليه الكشف. وبالتالي النقطة دي مهمة جدا، ان انا كباحث اكون عارف ان البرامج ديت الكونديشن بتاعتها بتختلف، وداخل البرنامج الواحد الكونديشن بتختلف، اللي هو اشهر برنامج فيهم الايسنتيكيت بيتيح لي ان انا اكشف باكتر من طريقة. وبالتالي نفس البحث ممكن اطلع عندي البلاجريزمي فيه 10% وممكن اطلعه 20% وممكن اطلعه 40%، اوكي، بناء على الكونديشن اللي انا استخدمتها، تمام. وفي الاول وفي البدايه وفي النهايه ده اسمه الكشف عن الاقتباس، يعني بناء على الشروط اللي الهيئه او الجهه بتستخدمها. في مجلات بتسمح ب 15% بلاجرزم، في مجلات بتسمح ب 25%، في مجلات بتسمح بان البلاجرزم يكون 80% ويرجع لك البحث ويقول لحضرتك قلل الاقتباس خليه لغايه 25%. فالموضوع دوت موضوع من وجهة نظري موضوع ليس له أي رولز حاكمة، بيختلف من مكان لآخر لأنه ليس له قواعد موحدة على جميع مثلا المجلات أو على جميع الجهات. وزي ما قلت لحضراتكم النقطة ديت يعني عليها يعني ديبيت كبير جدا، موضوع البلاجريزم. في بعض الأماكن بتسميه سرقة علمية، ده طبعا من السرقة العلمية اسمه ده برامج الكشف عن الاقتباس، ممكن يكشف لك عن السرقة العلمية فعلا، لكن هو الغرض منه الكشف عن الاقتباس
وليس السرقات العلم، ده الغرض الرئيسي منه. وكان في الأساس موجه إن هو يعمل كشف عن البروجيكتس بتاعت الطلبة، إنه ما يكونش أكتر من طالب عاملين نفس البروجيكت زي بعض أو مشتركين مع بعض، فعمل بروجيكت وابتدى بعد كده يتطبق على الدراسات الأدبية في الأول، لأن الدراسات الأدبية الأبحاث فيها بتبقى طويلة جدا، وفعلا بيبقى فيها اقتباسات بالصفحات وليس بالكلمات بس، تمام. وبعد كده ابتدى يدخل في الأبحاث العلمية التطبيقية اللي هي عدد كلماتها قليل، لكن في جميع الأحوال ده الواقع في الوقت الحالي، إن بيتم الكشف عن البلاجيريزم في معظم المجلات وليس كل المجلات، وكل مجلة لها رولز، ما بتقولش الرولز ديت على فكرة، يعني هي بتعمل لك الكشف عن الاقتباس وترجع لك البحث لو هو زاد عن النسبة وتقول لحضرتك عدله أو قلل الاقتباس بتاعه، تمام. وزي ما قلت لحضراتكم في أيضا برامج سوفت وير أخرى بتاعت البارافريزنج ديت، ممكن تستخدمها في إن أنا بدخل لها الباراجرافات أو بدخل لها كلمات وهي بتعمل بارافريزنج أو تعديل. وفي أشخاص بيعتمدوا على نفسهم إن هم فعلا بنفسهم بيبتدوا يشتغلوا على البيبر ويقللوا فيه البلاجرزم، اوكي، او الاقتباس. وده المقصود في الاول وفي الاخر بالكريدت او اللي هو الاصاله بتاعه البحث، اوكي. طيب بعد كده الجزء الاخر متعلق بالإيثيكال تريتمنت اوف هيومن اند انيمالز، معظم الابحاث التي تجرى على الانسان او الحيوانات يجب ان يؤخذ بها موافقه مسبقه قبل اجراء التجربه، وفي جميع الجامعات وجميع المؤسسات البحثية أو الكليات اللي بيتم فيها تجارب على إنسان أو حيوان المفروض بيكون موجود فيها ما يعرف بالإيثيكال ريفيو بورد. الإيثيكال ريفيو بورد ديت بتاخد مع حضرتك منها موافقة على إجراء التجربة قبل إجراءها، بيشوف الكونديشن بتاعتها مناسبة ولا لأ، لو فيها أي خطورة ما بيتم تعديلها أو بيتم رفضها. لكن في معظم المجلات في الوقت الحالي لو حضرتك عملت تجربة على إنسان أو على حيوان كتجربة عملية مش استبيانات طبعا، لازم بتكون واخد موافقة وليها رقم وليها تاريخ وبيذكر في الورقة البحثية، تمام؟ تمام؟ أوكي. دي أهم الأخلاقيات المتبعة في الوقت الحالي بالنسبة ل النشر الأوراق البحثية في المجلات الدولية. اوكي؟ في مواقع مهمة ممكن حضراتكم برضو بديها لحضراتكم، حضراتكم ممكن تستفيدوا منها، فيها برزنتيشنز، فيها عروض عن مواضيع مختلفة عن النشر، زي مثلا ريسيرشر أكاديمي، ده موقع عاملاه ألسفير، في عروض تفاعلية وفي يعني انتراكتيف توتوريالز، في برزنتيشنز، في يعني وبيدوا كمان شهادة لو حضرتك عملت الانتراكتيف توتوريال وكملته، يدي لحضرتك شهادة ان حضرتك فعلا استوفيت هذا العرض، تمام. الموقع ده مهم لحضراتكم، ممكن ترجعوا له في اي وقت، انا مدي لحضراتكم اللينك بتاعه، ممكن يعني هو موقع فري بتعمل بس عملية ريجستريشن فيه وبتشوف كل المحتويات بتاعته بصورة مجانية، أيضا بيكون مفيد لحضراتكم في يعني مواضيع مختلفة عن النشر، تمام. بعد كده بنيجي للمانوسكريبت سبميشن اللي هو عملية إرسال البحث. عملية إرسال البحث زي ما قلت لحضراتكم دي بنضطر ان احنا يعني هي بتاخد وقت طويل شويه ان انا استعرضها وكده، فدي يعني المفروض يبقى ليها ساعه لوحدها ازاي عمليه الارسال والكلام من دوت. بس عموما احنا بنتكلم في المحاضره او يعني ورشه العمل بتاعت اليوم عن الكتابه. عمليه السبميشن في معظم المجلات زي ما قلت لحضراتكم قعدت عن طريق الموقع الالكتروني للمجله، تكون مجهز البيبر بناء على الستايل بتاع المجله ومتطلبات المجله، وبتجهز كمان المتطلبات الاخرى للمجله. زي ما قلت لحضراتكم في مجلات ليها متطلبات او دور نشر عموما ليها متطلبات معينه يجب ان ترفقها مع الورقه البحثيه وليس الورقه البحثيه. زي ايه؟ لو شفنا دار نشر زي دار نشر على سبيل المثال ألسفير، دي الببلشنج ستيبس يعني مكرره مره اخرى اللي احنا استعرضناها قبل كده،
بتطلب من حضرتك الكفر لتر. طيب في دور نشر اخرى ما بتطلبش الكفر لتر. طيب لو مطلوب مني كفر لتر، ايه المطلوب ان انا اكتبه في الكفر لتر عندي؟ انا مدي لحضراتكم مثال ممكن حضراتكم تستفيدوا منه او تاخدوه يعني كما هو، وتعمل يعني وتستخدموه في عمليه السبمشن لو مطلوب من حضرتك كفر لتر. تمام، زي ما مكتوب عند حضرتك بتكتب دير اديتور اتس ماي بليجر تو سند يو ا مانوسكريبت انتايتلد، احط التايتل بتاع المانوسكريبت to be considered for possible publication in your journal، واكتب اسم الجورنال او ما اكتبوش مش مشكله. تمام، في بعض دور النشر بتطلب من حضرتك confirmation او اقرار بحاجات معينه لازم تكتبها في الكفر ليتر، زي يعني زي الجمله دي تكون مطلوبه في بعض دور النشر: I confirm that our submission has not been published previously except in the form of an abstract or as a part of published literature or academic thesis and it's not under consideration for publication elsewhere. ماشي، والباراجراف اللي بعديه: the publication is approved by all author and that if accepted it will not be published elsewhere in the same form in English or in any other language without the written consent of the publisher. تمام، وفي بعض دور النشر بتطلب من حضرتك بتكتب the significance of the work and the importance in the field، أهمية البحث بتاع حضرتك إيه؟ إيه الجديد في البحث من وجهة نظرك وأهميته في التخصص؟ ده بعض الـ يعني المجلات بتطلب لازم تكتب هذا الجزء. تمام؟ وكل المجلات في الوقت الحالي بتطلب من حضرتك تقترح peer reviewers أو محاكمين للبحث بتاع حضرتك، وده هنرجع فيه لنقطة بعد كده إزاي بنختار المحاكم. تمام، وبتشكر الإديتور في النهاية، وده بتعتبره كفر ليتر ممكن تستخدمه لأي مجلة تبعته أو تستخدمه كما هو، بتغير بس المانوسكريبت تايتل، ولو في بقى جزء السيجنيفيكانس ده حضرتك بتكتبه بناء على أهمية البحث. تمام، يبقى ده إكزامبل للكفر ليتر ممكن أستخدمه عندي في أي وقت لأي مجلة. تمام، برضو مجلات بتطلب او دار نشر السفير، كل المجلات بتطلب دلوقتي الريسيرش هايلايتس. ايه المقصود بالريسيرش هايلايتس؟ اللي هو هايلايتس يعني النقاط المضيئه. تمام، ايه هي النقاط المضيئه في البحث بتاعي؟ يعني هم كمان وجدوا ان الباحثين ما عادوش بيقروا الابستراكت، فعايز يخليك كباحث تلخص البيبر في 5 جمل او 4 جمل فقط، وسميها الريسيرش هايلايتس. تمام، يبقى في بعض دور النشر بتطلب من حضرتك الريسيرش هايلايتس زي دار نشر السفير. تمام، الريسيرش هايلايتس ديت بيبقى من 3 إلى 5 جمل، وكمان بيقول لي كل جمله لا تزيد فيها عدد الكاركترز الحروف عن 85 حرف. تمام، يعني عايز حضرتك كل البيبر تختصره في ال3 أو 5 جمل دول، ويكونوا جمل قصيره جدا. تمام، بسميه ايه جزء دوت الريسيرش هايلايتس. موجود في مجلات كتيره دلوقتي تبع السفير، مد لحضرتك كذا اكزامبل منه. تمام، مجلات اخرى تبع مثلا وايلي بتطلب من حضرتك ما يعرف بالبراكتيكال ابلكيشن. البراكتيكال ابلكيشن ده في المجلات اللي هي متعلقه بالعلوم التطبيقيه زي الكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم التطبيقيه، الهندسه وهكذا، تطلب ما هي التطبيقات العملية للبحث بتاع حضرتك. تمام، ايه هو المقترح انه يتطبق فيه من الناحية العملية. اوكي، فبرضو عشان لو حضرتك شفت هذا المصطلح البراكتيكال ابليكيشن تكون عارف ايه المطلوب كبراكتيكال ابليكيشن تستخدمه او تكتبه ازاي. مدي برضو لحضرتك اكزامبل البراكتيكال ابليكيشن زي ما شايف حضرتك كده في البحث دوت، هو عبارة عن جزء بسيط أو باراجراف صغير 150 كلمة لا يزيد عن 150 كلمة، معبر عن التطبيقات العملية للبحث بتاعي ده لو قابل حضرتك، بس هو موجود كمتطلب من لمجلات وايلي في الوقت الحالي من فترة كبيرة، من حوالي 5 أو 6 سنوات هذا الجزء مطلوب. تمام، يبقى أنا بستعرض مع حضرتك الأجزاء المتطلبات اللي ممكن حضرتك تقابلها أثناء عملية السبميشن وتكون يعني عارف ما هو المدلول بتاعها. تمام؟ نيجي بعد كده زي ما قلت لحضراتكم أحد المتطلبات إن أنا أختار ريفيورز.
طب ازاي اختار ريفيور للبحث بتاعي؟ في اكتر من طريقه، بس اسهل طريقه وافضل طريقه واسرع طريقه ان انا اختار الريفيورز زي ما قلت لحضرتك، بان انا بعمل سيرش عن، انا طبعا اوريدي بكون عملت سيرش عن الموضوع بتاعي تمام وعندي بيبرز منه ماشي. اوكي عندي بيبرز عن الموضوع اللي انا بشتغل عليه، وبالتالي بختار الكورسبوندنج اوثر اللي هو الباحث اللي ارسل البحث اللي بياناته عندي كلها، عنوانه واسمه بالكامل وايميله، اختاره كمحكم للبحث بتاعي. اوكي طيب، هل انا كإديتور او كمحرر في المجله ملزم ان انا اعمل يعني assignment او اعمل اختيار لهذا الريفيور؟ لا طبعا، المجلات بتطلب ريفيورز اقتراح ريفيورز من الباحثين على اساس انها بتزود الداتا بيس بتاعتها بتاعت المحكمين. ممكن كإديتور ان هو زي ما قلت لحضرتك يختار واحد منهم، يعني انا مقترح خمس محكمين على سبيل المثال، ممكن يختار واحد منهم وممكن ما يختارش ولا واحد من اللي انا عملت له اقتراح ان يكون تمام. لكن افضل وسيله زي ما قلت لحضراتكم ان هي الاختيار عن طريق البيبرز اللي عندي او الببليكيشن اللي عندي، اختار الكورسبوندنج اوثر يكونوا ريفيور. من المهم طبعا ان هم ما يكونوش من نفس الجامعه اللي انا بشتغل فيها، ما يكونش نشرت معاهم ابحاث قبل كده اوكي، حتى لو من بلاد اخرى، يعني ما بيكونش في كونفليكت اوف انترست مع هؤلاء الريفيورز، على اساس ان الايديتور يكون بالنسبه له الموضوع كلير وان ممكن يختارهم فعلا كمحكم تمام. طيب الايديتور بقى كايديتور في المجله ماشي بيختار الريفيورز ازاي؟ ممكن يختار من اللي حضرتك اقترحته، حضرتك بتقترح من 3 لـ5 محكمين للبيبر بتاعك، ممكن يختار واحد منهم، ممكن يختار 2 لو شاف ان هم فعلا اوريدي ريليتد للموضوع ماشي. وزي ما قلت لحضراتكم في الغالب ما بيختارش ولا واحد من اللي حضرتك اخترته او اقترحته تمام. هو عنده داتابيز وعنده خبره، لانه الاديتور ده بيكون طبعا في التخصص بتاع المجله، وعنده خبره في بالمحكمين الجيدين في النقاط البحثيه المختلفه المتعلقه بالمجله، فبيبعت لهم الابحاث للتحكيم. او لو يعني مش قادر، النقطه بحثيه جديده مش لاقي ليها محكم وهكذا، ابسط وسيله بيخش على اي قاعده بيانات كاديتور ويعمل الكي ووردز ويدور على الابحاث الجديده المنشوره في النقطه دي ويختار برضو كورسبوندنج اوثرز يختارهم كمحكمين، لان الدور الرئيسي للاديتور تمام مش تحكيم البحث، اختيار المحكمين المناسبين. يبقى الاوثرز بيبعت البحث للمجله بيوصل للاديتور، الاديتور الدور الرئيسي بتاعه انه اولا ما بيقراش كل الابحاث، في مجلات بيجي لها في اليوم 50 بحث، هل الاديتور هيقدر يحكم 50 بحث في اليوم؟ لا، الاديتور بيعمل اولا انتقاء للابحاث الجيده ماشي، ويستبعد الابحاث الضعيفه او اللي هي الابحاث الاوت اوف سكوب تمام. ودي اصبحت يعني شائعه دلوقتي، ان انا ابعت البحث للمجله والاديتور يبعته لي ثاني يوم يقول لي ده اوت اوف سكوب، هو ما بيبقاش اوت اوف سكوب، بيبقى عنده لود كبير، المجله عليها لود عالي، وبيبتدي ينتقي بقى افضل الابحاث ويعمل لها عمليه اللي هي الريفيو تمام. الاديتور الخطوه اللي بعد كده بيبعت البحث للمحكمين، الاديتور الدور الرئيسي بتاعه زي ما قلت لحضراتكم اختيار المحكمين المناسبين للبحث تمام. اختار المحكمين المناسبين، بيبعت لهم انفيتيشن ان هم يحكموا البحث، وطبعا عمليه التحكيم مجانيه ايضا زي ما عمليه الببليكيشن مجانيه او النشر مجاني، عمليه التحكيم مجانيه، بيختار المحكمين اللي هو شايفهم مناسبين يبعت لهم، بعد كده يستقبل ردودهم، ثم يعود مره اخرى الردود ديت للإديتور للمحرر، والمحرر اللي بيكون بقى في ايده القرار النهائي للنشر، هل انا هقبل البحث، هل انا هطلب من الباحث ان هو يعدل تعديلات معينه ولا لا، كل الكلام دوت في ايد الإديتور. الريفيور دوره فقط اقتراح التعديلات ماشي، وليس اتخاذ القرار، اتخاذ القرار النهائي بيكون في ايد الإديتور. ممكن المحكمين يقبلوا البحث والإديتور يرفضه، وممكن العكس المحكمين يرفضوا البحث والإديتور يقبله تمام. يبقى القرار النهائي بيكون في ايد الإديتور بتاع المجلة او الدورية تمام.
طيب ايه اللي بيحصل بعد لما حضرتك بتعمل عمليه السبمشن المانوسكريبت بروسيسنج؟ هي عمليه بقى ايه الاجراءات اللي بتؤخذ على البحث بعد السبمشن، بعد الارسال؟ انا ارسلت البحث على الموقع الالكتروني بتاع المجله وارسلت المتطلبات وكل حاجه تمام، وبيكون ليا موقع طبعا الكتروني على المجله بيوزر نيم وباسورد، وموجود فيه تاريخ ارسال البحث وكل المعلومات عشان ما فيش اي حد يكون عنده تخوف من هذه العمليه، لا بيكون مذكور فيه كل المعلومات وتاريخ ارسال البحث وكل حاجه تمام. بتبتدي اول خطوه اللي هي الريفيجن تمام، وبعد الريفيجن بيبقى الايديتور ديسيجن ثم النشر تمام. طيب الريفيجن ده دلوقتي بيتم ازاي؟ هل الريفيجن ده اول ما البحث بيجي للمجله بيروح على الايديتور؟ لا، في مجلات كتيره جدا ودور نشر كتيره جدا بيتم فيها الاول ما يعرف بالتكنيكال ريفيجن، المراجعه التقنيه تمام. المراجعه التقنيه هي المقصود بيها ان البحث بتاع حضرتك بيروح الى محرر تقني بيراجع البحث من الناحيه التقنيه وليس من الناحيه العلميه، يعني بيراجع شروط المجله. من شروط المجله على سبيل المثال ان البحث عدد كلمات التايتل او العنوان لا تتعدى 10 كلمات، حضرتك كتبت 15 كلمه يرجع لحضرتك البحث. من شروط المجله ان لا يزيد عدد الريفرنس في الريفرنس ليست عن 30 ريفرنس، حضرتك كتبت ازيد يرجع لحضرتك البحث. كتبت اقل ما فيش مشكله، لكن كتبت ازيد هي دي اللي بيبقى فيها مشكله. عدد كلمات الابستراكت الملخص لا تزيد عن 250، حضرتك كتبت 251 يرجع لك البحث. يبقى بالتالي عشان ما ضيعش وقت كبير في الجزء دوت اللي هو التكنيكال ريفيجن اللي انا بعتبره يعتبر ويست اوف تايم، ان هو تضييع وقت ان البحث يقعد اسبوعين ويرجع لي عشان كلمه زياده او عشان ريفرنس زياده. يبقى اقرا كويس جدا الانستراكشر فور اوثر، اعرف التعليمات جيدا للنشر عشان اتجنب تضييع وقت في هذه النقطه تمام، اللي هي التكنيكال ريفيجن. التكنيكال ريفيجن ايضا بتتطرق الى اللغه، لو اللغه مش سليمه او شايف ان اللغه بتاعه البحث ضعيفه بيرجعه لحضرتك مره اخرى. اوكي، يبقى الحاجات ديت ايضا مهمه جدا ان انا اخد بالي منها قبل ارسال البحث. بعد كده بتبقى الساينتفك ريفيجن بقى، ان البحث بيوصل للايديتور والايديتور بيبتدي يختار الريفيورز زي ما احنا تمام. التكنيكال ريفيجن زي ما احنا قلنا اللي هو الفيرست ريفيجن اللي بيتم زي ما قلت لحضراتكم، الاجراءات التقنيه بتتم ومش شرط ان يكون اللي بيعملها او بيجريها شخص متخصص في العلم، لا ده بيبقى شخص يعني بيشوف حاجات تقنيه في البحث وليس له علاقه بالعلم المكتوب به او التخصص بتاع البحث تمام. طيب بيبقى في خطاب بيجي لك عن المشكله اللي في البحث بتاعك من الناحيه التقنيه، بتجاوب عليه بخطاب اسمه الاوثر ريسبونس تو تكنيكال تشيك تمام. بيبقى في صوره خطاب لازم ترفقه مع البحث بعد المراجعه تمام، برضو بيكون له صيغه انا مديها لحضراتك اهو، وبتكتب فيه المشكله اللي تم عرضها واجابتك عليها او تعديلك عليها ماشي، زي ما حضراتكم شايفين انا مدي لحضراتكم بعض الامثله تمام. زي المثال رقم 2، please note that your abstract 250 words has exceeded the maximum length of 150 words for research article in this journal. يعني حضرتك كتبت الابستراكت 250 كلمه لكن المجله ديت الابستراكت بتاعها مطلوب يكون 150 كلمه بس، فحضرتك بعد لما بتختصر الابستراكت بتجاوب في نفس الخطاب وتقول the abstract have been revised and its word count is now مثلا 149. اوكي، يبقى كل كلمه قابلتك في مشكله تقنيه بتكتبها في الخطاب بتاع الرد بتاع حضرتك وبتجاوب عليها، وانا مدي لحضراتكم امثله مختلفه عن المشاكل اللي ممكن تقابلك والردود بتاعتها في صوره مختصره، ممكن حضراتكم برضو تستفيدوا من الخطاب دوت في الرد على المشاكل التقنيه تمام. طيب نيجي بقى للنقطه والمراجعه العلميه اللي هي المراجعه الساينتفك ريفيجن تمام، اللي بتتم عن طريق الريفيورز. كل مجله طبعا ليها فورمز معينه للاسسمنت او للمراجعه او ايفالويشن فورمز بتبعتها مع البحث مع الانفيتيشن للمحكم
بحيث ان هو يتبع او يجاوب على الاسئله اللي موجوده في الاسسمنت فورم ديت او الايفالويشن فورم. تمام. لكن كل المجلات في جميع الاحوال بتترك للمحكم حريه النقد في اي جزء من الورقه البحثيه غير الاسئله كمان المطروحه ديت، مع انها المفروض اسئله بتغطي جميع جوانب الورقه البحثيه. لا، الريفيور كمان من حقه كريفيور ينتقد اي جزء في الورقه البحثيه ويكتب كومنتس عليها، شايف ان مثلا في جزء معين فيه مشكله بيكتب ريبورت عنها او بيكتب تعليقه عليها. تمام. انا مدي لحضراتكم برضو اكزامبلز للاسسمنت فورم. يعني هي الاكزامبلز دي بتروح للريفيورز، مش بتروح طبعا للاوثر، بتروح للريفيور والمفروض ان هو بيجاوب على الاسئله ديت ويعطي ريبورت او كومنتس على البيبر اللي بتروح. تمام. وزي ما قلت لحضراتكم في جميع الاحوال الريفيور من حقه ينتقد اي جزء من الورقه البحثيه. في مجلات ما بتبعتش اسسمنت فورم، بتترك للريفيور ان هو ينتقد اي جزء من الورقه البحثيه. تمام. لكن في النهايه من المفترض او المجلات كلها بتطلب من الريفيور ان هو يعمل ريكومنديشن. ريكومنديشن يعني توصيه، هل انت كريفيور بتقبل البحث اكسبت ولا تقبله بمراجعه طفيفه او تعديلات طفيفه ماينر ريفيجن، ولا هتقبله بتعديلات كبيره زي الميجر ريفيجن، ولا هترفض البحث وممكن الباحث يعمل تعديلات ويعيد ارسال البحث مره اخرى، ولا هترفض البحث بصوره نهائيه. يبقى الريكومنديشن ديت بتطلب من الريفيور لكنها ريكومنديشن وليس ديسيجن. الديسيجن اللي بيطلعه او اللي بيقرره الايديتور. تمام كده. الغرض طبعا من التحكيم اللي هو التاكد من اصاله البحث والتاكد من ان هي الداتا سليمه والكواليتي جوده البحث، كل الحاجات ديت الريفيور طبعا من حقه ان هو يراجعها. ودايما المجلات العلميه الرصينه بتعتمد على ريفيجن من اكثر من 5 ريفيور، وفي كمان مجلات بتبعت البحث الاول مثلا لعدد معين من الريفيورز، وبعد التعديلات لو مطلوب تعديلات في البحث تاخد البحث المعدل تبعته للريفيورز جداد تانيين خالص، بتبتدي الريفيجن من اول وجديد. تمام. فبتبقى في بعض المجلات عمليه الريفيو يعني عمليه المراجعه عمليه طويله وعمليه صعبه وشاقه، بالذات في المجلات الرصينه والعريقه بيتم الموضوع دوت بصوره يعني اكستنسيف او بصوره مكثفه. تمام. النقطه الهامه الاخرى الديسيجن ليتر، اللي هو القرار اللي بيجي لحضرتك ك باحث من المجلة. دايما الديسيجن ليتر تمام يعني 95% مش عايز اقول 99% من الابحاث اللي بيتم تحكيمها من المفترض في المجلات الرصينه والعريقه ان بيتم فيها ريفيجن مراجعه. تمام. فالقرار اللي بيجي لحضرتك لا اما بيكون، وده نادرا يعني يحصل 1 في 1000، اكسبت از ات از، يعني البحث مقبول كما هو بدون تعديلات، يحصل نادرا لما بيحصل هذا، الا بعد طبعا لو البحث تم مراجعته اكثر من مره خلاص في النهايه بيتقبل. تمام. لكن من اول مره اكسبت از ات از ديت حاجه نادره الحدوث. معظم من الابحاث بعد التحكيم بتندرج في النطاق بتاع القرارين الاول اللي هو الماينر ريفيجن والثاني اللي هو الميجر ريفيجن. تمام. وطبعا في برضو ابحاث كثيره بيتعمل لها ريجكشن من الاول او رفض بدون تحكيم لعدم لان الجوده بتاعت البحث قليله او اوت اوف سكوب من المجله وهكذا. تمام. فمعظم الابحاث يعني اللي بيتم ليها ريفيجن بيجي لك القرار بعمليه الريفيجن او المراجعه سواء ماينر ريفيجن او ميجر ريفيجن. تمام. طيب انا كباحث دايما يعني بقوصي اللي بيجي له القرار او الجواب دوت، حضرتك بتقرا الخطاب لو مطلوب من حضرتك سواء ماينر او ميجر. ماينر ريفيجن يعني دايما بعتبر ان البحث خلاص في طريقه للقبول لان تعديلات طفيفه، لكن لو جالك ميجر ريفيجن بتبقى تعديلات المفترض انها تعديلات كبيره، و
يعني في بعض التعليقات بيكون صعب على الباحث المعمل. نصيحتي يعني لأي باحث بيجيله جواب بتاع decision letter عن البيبر بتاعته إن حضرتك تقرأ الخطاب بتاع decision letter ولا تبدأ في عمل أي تعديلات في البحث بعديها مباشرة. يعني حضرتك تنتظر يوم يومين ثلاثة ما فيش أي مشكلة خالص، وتبتدي بعد كده تقرأ الجواب مرة أخرى بالتفصيل وتبتدي تفكر في التعديلات دي هتعملها ولا لا، هتقدر تعملها ازاي، طب هل في تعديلات ممكن ما اقدرش اعملها، طب ما اقدرش اعملها ليه، كل الكلام ده. والنقطه المهمه جدا ان حضرتك تضع في الاعتبار ان الريفيور او المحكم هو ممكن يكون شخص اقل منك في الدرجه العلميه. يعني حضرتك ممكن تكون استاذ او استاذ مشارك او، وممكن يكون اللي بيحكم البيبر طالب دكتوراه. طب هتقول لي ازاي طالب دكتوراه؟ ممكن طالب الدكتوراه وهو في الماجستير نشر بيبر وكان هو الكورسبوندنج اوثر، وبالتالي الاديتور وهو بيعمل سيرش لقى البيبر بتاعته واختاره، ما هو ما يعرفش ده طالب دكتوراه، انت بتكتب اسمك فقط في البيبر ما بتكتبش انا بروفيسور ولا استاذ مشارك ولا اي حاجه، الاسم فقط. وبالتالي الاديتور اختاره لانه نشر بيبر جديد في النقطه ديت، ممكن يكون هو طالب لسه بيعمل دكتوراه وحضرتك استاذ مشارك. بالتالي خبرته ما بتكونش كبيره في التحكيم، ممكن يكون شايف حاجات بطريقه خطا بصوره خطا. اللي انا عايز اوصله لحضراتكم ان مش كل التعديلات اللي مطلوب ان حضرتك تعملها شرط ان حضرتك تعملها. بس المطلوب من حضرتك ان حضرتك تجاوب على جميع الكومنتس او جميع الانتقادات اللي وجهت للبيبر سواء بالسلب او بالايجاب. يعني حضرتك مطلوب من حضرتك تعمل حاجه قادر تعملها او قادر التعديل دوت شايف ان هو فعلا هيفيد البيبر بتعمله، بتقول انا عملته. طيب في تعديل الطلب من حضرتك لكن شايف ان هو مش مهم او مش هيكون في صالح البيبر فبترفض ان حضرتك تعمله بس تذكر السبب. طيب ازاي بقى هصيغ الكلام ده؟ طبعا الكلام ده لازم ارد عليه في صوره خطاب او خطاب اخر بسميه الاوثر ريسبونس تو ريفيجن ريكويست او تو ريفيجن كومنت. ماشي، الخطاب دوت في ناس كتيره جدا او في باحثين كتيره جدا بيقفوا عند الخطاب دوت مش قادرين يكتبوه او مش قادرين يردوا على الاستفسارات او خايفين يردوا على الاستفسارات. تمام، الخطاب دوت خطاب بسيط جدا، بس زي ما قلت لحضرتك ما تبتديش تعمل التعديلات وتفكر في التعديلات الا بعد يومين او ثلاثه من استلام الديسيجن ليتر عشان يكون قدرت تستوعب او قدرت تمتص بقول الصدمه بتاعت الخطاب، لان الخطاب ممكن يكون بالذات للباحثين الشباب الجداد ما بيكونش متعود على ان هو بيفتكر ان الكومنتس ديت رفض للبحث. في باحثين بيفتكروا ان لو جالك ميجر ريفيجن يبقى البحث مرفوض، لا، البحث قابل للتعديل وقابل للقبول بس حضرتك تجاوب على كل الكومنتس. تمام، انا مدي برضو لحضراتكم اكزامبل للخطاب دوت. تمام، والخطاب المهم فيه جدا ان انا اعمل تيبل بسيط كده عباره عن اثنين كولم، اول كولم او اول عمود فيه الريفيور كومنت الكومنت او بتاع الريفيور ومقابل ليه الاوثر ريسبونس. تمام، واعمل سرد بقى للريفيور الاولاني الكومنت بتاعته الاولانيه كانت كذا وانا جاوبت عليها وعملت ايه، عدلت ولا لا. تمام، الريفيور الثاني وهكذا كله بالترتيب. لما الاديتور بيجي له الخطاب دوت مرتب في صوره جدول بيبقى سهل عليه انه يراجع البحث ويشوف حضرتك فعلا عملت التعديلات المطلوبه ولا لا. تمام، ويبتدي ياخد قراره بسرعه. لكن لو حضرتك كتبت له خطاب بصوره شويه عشوائيه، خدت كومنت من الريفيور الاولاني وبعد كده تحتيه كومنت من الريفيور التالت ورجعت للكومنت للريفيور الاولاني وهكذا، بيبقى صعب على الاديتور ان يتخذ قرار بسهوله وممكن يرفض البحث لانه ما عندوش وقت يقعد يراجع بهذا الاسلوب. تمام؟ اوكي؟ يبقى لازم يكون الخطاب منسق واضح، كل كومنت او كل يعني مقترح من الريفيور او من المحكم على البحث لازم اجاوب عليه سواء زي ما قلت لحضرتك بالسلب او بالايجاب.
تمام. يعني مثلا الريفيور مقترح ان انا الابستراكت او الانترودكشن طويل ممكن تاثره، فبقول مثلا ذا انترودكشن واز شورتند، يعني ان انا قصرت بس اجاوب بجمل قصيره ومعبره عن التعديل، بالاضافه ان التعديل بعمله على البيبر نفسه بلون مختلف او بستخدم اللي هو التراك تشينجز اللي بيبين ان التعديلات اللي تمت في البحث. تمام؟ اوكي؟ ممكن يكون الريفيور مقترح مثلا ان انا احول تيبل لفيجر او فيجر لتيبل، انا شايف ان انا لا انا عايز اعرض الداتا بتاعتي الصوره ديت، انا شايف انها الافضل، فبكتب ان الداتا ديت اللي انا عارضها في صوره فيجر او تيبل هي الافضل في هذا الشكل. دي طبعا ما فيهاش اي مشكله لان ده في النهايه البيبر بتاعك هو اللي هيخرج بالشكل بتاع الاخراج بتاعك اللي حضرتك يعني شايفه هو الافضل. تمام؟ وفي جميع الاحوال لما الايديتور بيلاقي ان الاوثر او الباحث بيجاوب على جميع التعديلات وعنده راي وعنده كومنتس واضحه وعنده اجابات وردود على الريفيورز، بيقبل البحث لانه بيعتبر ان دوت طبعا قوه من الباحث الناشر ان هو قادر يجاوب على كل الاستفسارات سواء بالسلب او بالايجاب. تمام؟ يبقى الجواب ده متوقف عليه نسبه كبيره جدا من قبول البحث من كتب بصوره كلير، ويكون واضح ويكون مجاوب عن جميع الاستفسارات. تمام؟ اخر خطوه او الخطوه اللي قبل الاخيره بيجي لحضرتك البروفا او البروف، بيجي لحضرتك بالايميل. طبعا مش حضرتك مش مطلوب من حضرتك ان تعمل البحث بالستايل بتاع المجله، حضرتك بتبعت البحث وورد عادي جدا، اوكي، بصورة وورد عادي جدا مكتوب بصورة وورد مش بالستايل بتاع المجلة، دار النشر هي اللي بتحوله للستايل بتاع المجلة وبتعمل التيبلز وهكذا، وبالتالي لما بتعمل دار النشر أو بتعدل دار النشر البحث إلى الستايل بتاع المجلة ممكن يحصل فيه أخطاء في الأرقام في التيبلز، ممكن يحصل فيه أخطاء في الفيجرز، كل الكلام ده بيجي لك في صورة بروفا أو بروف عن طريق الإيميل، وبتعمل لها مراجعة بتتأكد إن كل حاجة في البحث سليمة، الأرقام سليمة، الأسماء سليمة، كل شيء تمام. بيدي لحضرتك في غالب الأوقات 48 ساعة، يعني يومين، إن حضرتك تراجع البحث بتاع حضرتك وتدي أي كومنت أو أي تعديلات. وبعد لما حضرتك بترسل الكومنت خلاص ما عادش عاد في صعوبة إن تعمل أي تعديلات أخرى، يعني بعد لما تدي الأوكي لو سمحت اعمل التعديلات ديت وهو استقبل خلاص البحث، لان الكلام ده كله بيكون اونلاين، ماشي، بيكون الايديتنج اونلاين وكل حاجه، خلاص بيبقى صعب ان تعمل اي تعديلات اخرى لو اكتشفت اي اخطاء تانية، بيبقى صعب ان هي تتعمل، او بيطلب من حضرتك ان تدفع مقابل مادي لاجراء هذه التعديلات. تمام؟ بعد البروفة طبعا او بعد البروف لما بيجي بحضرتك، معظم المجلات في الوقت الحالي خلاص الابحاث بتنشر وهي اكسبتد بدون ما تاخد حتى فوليوم نمبر ولا ارقام صفحات، بتنزل على طول، يمكن بعديها ب 48 ساعه بينزل البحث في الارتكلز اللي بنقول عليها الاونلاين فيرست او الايرلي فيو، عبال ما بتاخد فوليوم نمبر وعبال ما بتاخد ارقام صفحات، ممكن بعديها بشهرين ثلاثه سنه مفيش مشكله. انا اول ما البحث بتاعي بيتنشر اونلاين وبياخد بينزل على موقع المجله وبياخد دي او اي نمبر، خلاص انا بحطه في السي في بتاعتي، وممكن البحث ده يحصل له سايتيشن عادي جدا لانه اعتبر بحث منشور حتى ان لم يصدر له فوليوم نمبر او ارقام صفحه. تمام؟ تمام؟ نيجي بعد كده للامباكت فاكتور. احنا استعرضنا الامباكت فاكتور فمش هنتكلم عليه تاني، وقلنا ان هو عباره عن وسيله لتقييم المجلات، هو عباره عن مجموع الاقتباسات اللي حصلت للابحاث المنشوره في المجله في اخر عامين على عدد الابحاث المنشوره، وبالتالي كلما زادت عدد الاقتباسات كلما زاد الامباكت فاكتور بتاع المجله. وطبعا في مجلات يعني شويه بيبقى عندها وسائل غير يعني امينه في انها تزود الامباكت فاكتور بتاعها، في مجلات بتطلب من الباحثين اللي بينشروا ابحاث في المجلات ان هم او بتجبرهم لقبول الابحاث ان هم
يعملوا سايتيشن للابحاث اللي في المجله ديت في اخر عامين عشان يزودوا الاقتباسات. في مجلات بتترك مثلا اعداد منها اوبن اكسس مفتوحه عشان يحصل فيه اقتباس وهكذا. دي وسيله مشروعه ان هو يسيب مثلا اعداد مفتوحه عشان يزود الاقتباسات وهكذا. لكن عموما في وسائل اخرى دلوقتي ايضا لتقييم المجلات غير الامباكت فاكتور، ممكن تكون اكثر مصداقيه من الامباكت فاكتور، لكن في الوضع يعني في الوقت الحالي لا زال الامباكت فاكتور هو الوسيله الاكثر انتشارا والاكثر يعني ايه مصداقيه في جميع انحاء العالم للمجلات. اوكي طيب الامباكت فاكتور احنا زي ما قلت لحضراتكم بيصدر من هيئه واحده فقط، هي هيئه كلاريفيت اناليتكس اللي اسمها دلوقتي كلاريفيت اناليتكس، كانت تعرف مسبقا بالاي اس اي، لكن هي لغايه دلوقتي على فكره في قواعد البيانات برضو موجوده في صوره ويب اوف نوليدج، اي اس اي ويب اوف نوليدج، لكن تم تغيير مسماها واصبحت كلاريفيت اناليتكس. هي دي الهيئه الوحيده او الجهه الوحيده المنوطه باصدار الامباكت فاكتور المعترف به. وبكرر مره اخرى ارجو الا ننخدع في اي مجلات الاوبن اكسس الجديده اللي هي بتكتب جوجل بيزد امباكت فاكتور او اي جهه اخرى امباكت فاكتور، هذا وان كان حقيقي لكنه غير معترف به في سواء في لجان ترقيه او لجان علميه او مجالس علميه للترقيات، كل دوت غير معترف به. الامباكت فاكتور الوحيد المعترف به هو الامباكت فاكتور الخاص او الصادر من اي اس اي او كلاريفيت اناليتكس، تمام؟ وسهل ان انا احصل عليه، موجود في كل المجلات الدوليه، بتكتب الامباكت فاكتور بتاعها على موقع المجله وبتكتب جنبيه ان هو صادر من جورنال سيتيشن، تمام؟ ده الاتش اندكس. الاتش اندكس هو معامل بصورة مبسطة بيربط ما بين عدد الأبحاث اللي بينشرها الباحث أو المؤسسة البحثية أو الجامعة وعدد الاقتباسات، تمام؟ اللي حصلت للأبحاث دي. أوكي؟ طيب الـ H Index طبعاً ليه علاقة كبيرة، بدل ليه علاقة بالسيتيشن يبقى ليه علاقة بالزمن. يعني كل لما أنشر أبحاث بدري في الكارير بتاعي وانا معيد وانا محاضر، كل ما انشر ابحاث بدري كل ما اتدرج في المناصب او اتدرج في يعني الترقيات كل ما هيزيد معايا الاتش اندكس. ليه بقى؟ لانه معتمد على السيتيشن. اوكي، وبالتالي السيتيشن ايضا لها علاقه بالزمن. لما انشر بحث من 5 سنوات هيحصل له سيتيشن، لانه عدى عليه 5 سنوات هيحصل له سيتيشن المفروض بمعدل اكبر من البحث اللي نشرته العام الماضي، تمام؟ حتى البحث لو كان البحث اللي نشرته العام الماضي ممكن يكون اقوى من البحث اللي اتنشر من 5 سنوات، لكن عامل الزمن هنا ليه دور مهم. وبالتالي مهم جدا ان انا ابتدي انشر بدري حتى يكون الاتش اندكس بتاعي او يزيد مع مرور الوقت ويكون مفيد ليا، لان الاتش اندكس دلوقتي هو طبعا يعني المعيار الرئيسي لتقييم الباحثين على مستوى العالم، وليس عدد الابحاث المنشوره، لا، عدد الاتش اندكس اللي هو العلاقه ما بين الابحاث والسيتيشن. لان ممكن اكون ناشر 10 ابحاث وما حصل لهمش اي سيتيشن، وممكن زميل ليا يكون نشر بحثين وحصل لهم سيتيشن عالي، وبالتالي الاتش اندكس بتاعه هو الاعلى، تمام؟ فمهم جدا كمان لانه بيربط كمان جوده الابحاث بالسيتيشن بعدد الابحاث. اوكي؟ طيب ممكن الاقي الاتش اندكس موجود فين؟ الاتش اندكس موجود في اكثر من موقع، زي السكوبس بتنشر الاتش اندكس، الاي اس اي بتنشر الاتش اندكس الباحث، كمان جوجل سكولر بينشر اتش اندكس، بس جوجل سكولر يعني غير يعني برضو جهه غير معترف بيها في الاتش اندكس، لكن الاتش اندكس سواء من سكوبس او من اي اس اي فهو معترف به ك اتش اندكس للباحث. طبعا في غالبيه الاحيان بلاقي الاتش اندكس في سكوبس دايما بيكون يعني في غالبيه الاحيان بيكون اعلى بحاجه بسيطه عن الاتش اندكس في الاي اس اي، لان قاعده بيانات سكوبس اكبر من قاعده بيانات اي اس اي، يعني محتوى المجلات والريفرنس فيها اكتر، وبالتالي
بيكون دايما الاتش اندكس بتاعي في سكوبس اعلى، يعني واحد او اتنين عن الاتش اندكس بتاعي في اي اس ار. وده مش غريب لان ده متوقف على السيتيشن هنا متسجل كام وهنا متسجل كام. طبعا قاعده بيانات سكوبس اكبر وبالتالي السيتيشن فيها اعلى وبالتالي الاتش اندكس بتاعي بيكون اعلى فيه. تمام. طيب ازاي انا بقى ممكن، هل ممكن في وسائل ان انا ازود بيها الاتش اندكس بتاعتي؟ طبعا الاتش اندكس معتمد على السيتيشن. طيب يبقى الوسيله المقصوده هنا ازاي ازود السيتيشن بتاع الابحاث بتاعتي. السيتيشن زي ما احنا قلنا لحضراتكم معتمد على ان البحث يكون كل ما كان البحث متاح لاكبر عدد ممكن من الباحثين كل ما فرص قبول او حصول سيتيشن ليه بتكون عاليه. تمام. طب في مواقع دلوقتي اسمها مواقع التواصل العلمي زي الريسيرش جيت، زي الاكاديميا، زي جوجل سكولر. تمام. جوجل سكولر ما بتنشرش الابحاث كامله الفول بيبر، بتنشر عناوين فقط، لكن ريسيرش جيت واكاديميا بينشروا، او من حق الباحث ان هو يعمل ابلود للبحث كفول تكست. وبالتالي هنا الموقعين دول حولوا الابحاث الخاصه بالباحثين الى ابحاث اوبن اكسس. خلاص انا البحث بتاعي مش منشور في مجله في صوره اوبن اكسس، انا بعمل له ابلود في الموقع بتاع الاكاديميا او ريسيرش جيت وبالتالي حولته اوبن اكسس. تمام. طبعا المواقع ديت الريسيرش جيت والاكاديميا ممكن انزل عليها كل الابحاث بتاعتي سواء باللغه العربيه، باللغه الانجليزيه، باي لغه، مش مشترك ليها لغه معينه، لان انا بعمل ابلود للفايل بنفسي. تمام. طبعا في قضايا اترفعت من دور النشر على المواقع ديت اللي هي ريسيرش جيت بالذات واكاديميا، ان هي دلوقتي بتخالف حقوق النشر لان هي اصبحت انها بتنشر الابحاث في صوره فول بيبر. ويعني كان في مشاكل كتيره في الاعوام الماضيه، ولسه قريبا الريسيرش جيت ابتدت تعمل بلوك للابحاث اللي طالعه من دار نشر معينه، ابتدت يعني تعملها او ترجعها مره اخرى في صوره غير متاحه. تمام. لكن ما زالت لسه اكاديميا بتنشر الابحاث كلها فول بيبر وما عملتش الموضوع دوت، لان الريسيرش جيت خسر القضيه الاخيره قصاد دار نشر السفير وسبرينجر تقريبا، ان هم اللي رافعين القضيه يعني، او كانت مجموعه من القضايا، وفي النهايه توصلوا ان هم الابحاث اللي بيتعمل لها ابلود من دور النشر ديت او من المجلات الخاصه بدور النشر ديت مش هنخليها اوبن اكسس، هنرجعها تاني زي ما هي. لكن اللي لسه متاح حتى الان هو الاكاديميا، ان حضرتك تنزل عليه ابحاثك كامله كفول تكست، وبالتالي حضرتك ممكن بتزود بهذه الحاله فرص الوصول الى الابحاث بتاعتك، وبالتالي بتزود فرص ان هي يحصل لها سايتيشن. تمام. يعني طبعا الموضوع دوت برضو للاسف احنا الوقت عندنا يعني ليميتد شويه، احنا المفروض في اجزاء معينه من ورشه العمل بنتطرق الى يعني عمليه السميشن وايه المشاكل اللي بتقابلنا في عمليه السميشن، بنتطرق الى قواعد البيانات الرئيسيه اللي هي سكوبس واي اس اي، وبنشوف برضو ايه المحتوياتها وازاي بنوصل للاتش اندكس وازاي بنوصل لمعلومات من خلال هذه القواعد. بس ان شاء الله يعني لو في اتيحت فرصه اخرى ممكن نتطرق لهذه المواضيع في ورش عمل اخرى ان شاء الله. تمام. دي المعلومات الخاصه بيا، لو في عند حضراتكم اي استفسارات ممكن تبعتوا لي بالايميل على الايميل بتاعي، ولو في اي يعني الوقت المتبقي ممكن 10 دقائق او اي يعني وقت متاح لحضراتكم نتطرق لاي استفسارات لحضراتكم عن الموضوع المتعلق بكتابه الاوراق البحثيه والنشر في الدوريات العالميه. ممكن استقبل الاستفسارات بتاعت حضراتكم عن طريق الشات لو في اي استفسارات. بالنسبه لبرامج البارافريزنج، البارافريزنج في برامج كتيره جدا، حتى تكتبي بارافريزنج سوفت وير هتلاقي برامج كتيره جدا مجانيه. تمام. يعني متاحه برامج كتيره جدا، انا يعني مش هعمل ريكومنديشن لبرنامج معين، لان في برامج كتيره جدا بتعمل البارافريزنج،
لكن الافضل برضو لان البارافريزنج محتاجه مراجعه تاني من حضرتك، لان في برامج بارافريزنج بتخرج بصوره يعني سيئه الكتابه العلميه، وبالتالي انا افضل ان الباحث بنفسه يتم يعني يعمل عمليه البارافريزنج او تعديل البحث بنفسه على قدر الامكان. هل الباحث ممكن يختار محكم من الجامعات السعوديه؟ طبعا ما فيش مشكله، اهم حاجه المحكم يجب ان يكون مش من الجامعه بتاعت حضرتك، ولا يعني يكون نشر مع حضرتك ابحاث او مع حضرتك ابحاث قبل كده مصر. تمام، في اي استفسارات اخرى لحضراتكم في هذا النطاق؟ طبعا حضرتك ممكن ترفعي اي محتوى علمي على الموقع بتاع حضرتك في ريسيرش جيت او اكاديمي، سواء من مجله محليه زي ما قلت لحضراتكم او من مجله دوليه. تمام، يعني الموقع ما بيشترطش اي، سواء اكاديميا او ريسيرش جيت ما بيشترطش طبعا ان حضرتك يكون البحث منشور في مجله دوليه واحده. اي استفسارات اخرى لحضراتكم؟ وكن سعيد باللقاء مع حضراتكم اليوم، وان شاء الله اتمنى لحضراتكم التوفيق، وان شاء الله يعني تحت امركم في اي استفسارات في المستقبل عن اي نقطه من النقاط اللي اتكلمنا عليها. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.